تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. دنا لحظات ويكون معنا طبعا زميلي سعيد زادوق عبر الهاتف. طبعا خلال حصة اليوم سنناقش طبعا مجموعة من المواضيع، من أبرزها طبعا المقابلة النهائية ذهاب لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي ستجمع الأحد القادم بملعب القاهرة الدولي بين الأهلي المصري وفريق الوداد الرياضي، طبعا في ثاني مباراة نهائية على التوالي بين الوداد والأهلي المصري. الفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية هو أنه السنة الماضية لعبت مقابلة واحدة فاصلة بمدينة الدار البيضاء، وهذا الموسم الذهاب بمصر والإياب بالدار البيضاء. ونتمنى أن يستغل فريق الوداد الرياضي هذا الامتياز بتحقيق نتيجة إيجابية أولا بالديار المصرية قبل خوض مباراة الإياب بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 11 يونيو الجاري. كذلك سنتحدث عن تألق لاعبين المغربيين ياسين بونو الحارس الدولي للمنتخب الوطني المغربي ومهاجم المنتخب الوطني يوسف أنصيري، اللذان تألقا بالأمس بفوزهما لثاني مرة بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوز فريق إشبيلية على فريق روما الإيطالي بفضل الضربات الترجيحية، وتألق كبير للحارس ياسين بونو. كذلك يوسف أنصيري ساهم كثيرا في هذا التتويج نظرا لمساهمته بشكل كبير خصوصا في هدف التعادل بمضايقته لمدافع فريق روما الذي سجل ضد مرمى. إذا معنا الزميل سعيد زادوق مباشرة من الرباط. مرحبا سي سعيد. مرحبا زميلي البادي أوفزيك، مرحبا بكل المستمعين والمشاهدين ديال غادي بلوس. نعم، إذا سي سعيد إلا سمحتي يعني البداية ديالنا اليوم غتكون شوية حزينة لأنه فقدنا قبل قليل واحد من المسيرين الكبار اللي مروا بفريق الوداد الرياضي، للأسف رمزي برادة غادرنا إلى دار البقاء بعد صراع طويل مع المرض. رمزي برادة المسير السابق لفريق الوداد الرياضي في فرع كرة القدم وكذلك كرة السلة الذي حقق معه ألقاب كثيرة لفائدة فريق الوداد، تعازينا الحارة لعائلة الفقيد الصغيرة والكبيرة سي سعيد. أكيد يعني الفقدان ديال واحد بحال يعني النوعية ديال المسيرين اللي ترباو على جيل ديال الرواد ديال التسيير ديال فريق الوداد، فأنا صراحة عرفته مرارا وتكرارا خلال اللقاءات ديالنا مع المسؤولين ديال الوداد، فكان مثال للرجل الناضج شاب كان طموح يعني غيرة على كرة القدم صفة عامة ماشي على الوداد، يعني كان وحامل القيام ديال كرة القدم الوطنية مجسدة في فريق الوداد، فما عندنا نقولوا إلا الله يرحمه والله يرحمه ويسع عليه ويلهم لداويه الصبر الجميل وعزائنا واحد وتعازينا الأسرة ديال الكبيرة والصغيرة، ما نقولش غير الأسرة ديال الوداد ولكن كاع الجانب المتعلق بالتسير الرياضي في المغرب. نعم، مرة أخرى رحم الله السي رمزي برادة وأسكنه فسيح جنانه وإن لله وإنا إليه راجعون. إذن سي سعيد الأكيد سنتحدث عن أبرز الأحداث والمستجدات الخاصة بكرة القدم. قبل من الوداد والأهلي لا بأس أن نتحدث عن التألق بالأمس ديال اللاعبين المغربيين ياسين بونو كذلك يوسف نصاري رفقة فريق إشبيلية واللي توجوا لثاني مرة باللقب ديال الدوري الأوروبي مع الفريق الإسباني، وأكد لابونو ولا يوسف نصيري على أنه ما من خيرة اللاعبين على المستوى العالمي. وأكيد شوف يعني دابا الآن المتابعة ديال الفرق الأوروبية كون على يقين بأنه الأغلبية ديال الفرق الأوروبية المتابعة ديالهم تتكون اللي فيها يعني اللاعبين المغاربة ولينا تنتابعوهم، يعني كل شيء تتابع دابا لما تيكون اللاعب أكد غادي يلعب بالرغم أنه ما هو شايف ليفربول ولا ولكن فريق لي مزيان ولكن للاعبين المغاربة تتحس بواحد الانتماء
يعني صراحه يعني البارح تابعنا المقابله والناس كلشي كان الاغلبيه متعاطف مع 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 اشبيليا. علاش؟ لان كاين جوج ديال المغاربه وغنبغيهم حتى هما يدخلوا في البالماريس ديالهم بانه تعرف ان سينتي دي واحد البيوغرافي ديال واحد اللاعب والمسار ديالو تيقول لك فائز ببطوله كذا وكذا، فائز يعني باش يكون عندنا لاعبين فازوا بكاس الاتحاد الاوروبي مش حاجه اللي هي سهله. فهذا غادي يحيلنا غير على الشيء اللي كنا تنقولوا دائما بانه اللاعبين اللي تيلعبوا في اوروبا راهم عندهم واحد الشهاده ديال انه مؤهل باش يكون لاعب في مستوى عالي. بونو البارح جات اكد يعني على انهم الحراس الكبار اللي ما عرفهم الساحه الرياضيه بصفه عامه، وخصوصا لما تنجيو للضربه الترجيحيه. فهذاك الشيء اللي داروا في كاس العالم اكدوا البارح، لانه بالتصدي لجوج ديال الضربات من الجزاء يعني الاولى رد الفعل كيقبضها برجله، والثانيه كل ما كانش داك الاعاده غتبنى الكره بانه مشى ضربات في العارضه، ولكن الاعاده تتبين بانه يعني كيفاش حول الاتجاه ديال الكره باش يمشي للعارضه، لانه يعني القراءه ديالو تبارك الله عليه قراءه حيت هذيك العمليه ديال الضربه الترجيحيه اللاعب اللي تيبغي يقذف تيقرا الحركات ديال 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 الحارس، تيشوف فين غادي يمشي مثلا. كذلك الحارس تيقرا يعني القراءه ديال 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 اللاعب بحال لاعب الشطرنج، كل واحد كيفاش يقرا. فصراحه الان يعني ثبت مره اخرى بانه بونو من الحراس الكبار، وانا تنتمنى له انه ماشي غنقول يمشي شي فريق اخر، ولكن لما تنشوف يعني شحال تيتقاضى فتيظهر لي بانه القيمه الماليه ديالو تسوى اكثر من الشيء اللي تيحصل عليه من شبيه لا هو ولا النصيري. النصيري يوسف تيبذل مجهود كبير واخا ما تيقبش الكره بزاف، ولكن راه تيمحن داك المدافعين. يعني الا تبعتي المقابله كلها يعني باش يمكن لك تبقى تحرك بداك الشكل غير متاح للجميع، يعني بين انه بدنيا تبارك الله مهيئ بشكل كبير في الشوطين الاضافيين، تيلعب على مستوى الدفاع يعني تيمشي لليمين اليسار، يعني علما بانه البارح اللي بان لي بانه الايطاليين كانوا عارفين الخطوره ديالو على مستوى الضربات الراسيه، وبالتالي فكانت المضايقه ديالو في جميع الكرات، كره واحده اللي خدا لهم اللي مشات بعيده شويه على المرمى، ولكن دائما حاضر في منطقه الجزاء كان خلق لهم واحد يعني كما تنقولوا بحال شي واحد داير لهم واحد كما تيقول الاخوان الفرنسيين دي بارازيت في داخل منطقه الجزاء يعني، وهذا كله كان تيساعد اللاعبين الاخرين باش يتحركوا اما من الجهه اليمنى ام من الجهه اليسرى. فهنيئا لنصيري وهنيئا لبونو، ونتمنوا لهم انهم يزيدوا في التالق ديالهم، ولما لا يقلبوا على يعني فرق يعني في اعلى مستوى. وانا بالنسبه لي انجلترا هو احسن مكان يمكن الانسان فيه يعني توج يعني المطر. نعم وسي سعيد، يعني كيف ما قلنا الى ذكرتي في كاس العالم المنتخب الوطني المغربي يكتب التاريخ اثناء تالقه واثناء تجاوزه لاكبر المنتخبات، فحتى اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي الان لا بونو ولا نصيري يعني حتى هما مازال كيكتبوا في التاريخ، لانه غادي واحد الوقت وغنبداو نذكروا بونو فاز بالدوري الاوروبي مع اشبيليا وتالق ويعني تصدى لجوج ديال الضربات الترجيحيه حاسمه، يعني هذا شيء جميل بالنسبه للاجيال القادمه اللي غادي تشوف هاد الناس كانهم يعني مثال يحتذى به. سي سعيد واكيد، فاحنا انا باقي تنذكر بانه اول متابعه ديالي للاعب مغربي لعب النهايه ديال كاس اظن يمكن كاس الاتحاد الاوروبي في ذاك الوقت، كانوا ثلاثه كؤوس في اوروبا، كانت ما كانش تسمى عصبه الابطال، كان كاس الانديه الفائزه بالبطوله وكاس الانديه الفائزه بالكاس، وعاد كاين الكاس ديال الاتحاد الاوروبي. يعني اظن الاتحاد الاوروبي ولا الفرق الفائزه بالكاس ما متذكرش، ولكن تابعنا باستيا اللي كان فيها كريمو
يعني انا تنظم انه يمكن هو اول واحد لعب مباراه نهائيه ولهذا غير باش نبين للناس على انه المتابعه لما تيكون مغربي في في في, في المنافسات الاوروبيه عندها القيمه ديالها فما بالك بالفوز. نعم حنا تنقولوا غير يلعب غير يلعب يعني كلشي كان فرحان لما زياش فاز بالتشامبيونز ليغ واخا ما لعبش واخا ما لعبش ولكن محسوب ليه بانه شارك المباراه النهائيه فما بالك لو انه تيكونوا لاعبين. دابا حنا تنقول فايزين يعني انه يعني واحد يلعب غير مباراه نهائيه يعني تخيل معايا واحد غيدخل في مباراه في هنغاريا بداك الجمهور المتابعه الاعلاميه وداخل في وسط هذوك الناس باقي عنده غادي يشكك في القيمه ديالك وفي المستوى ديالك والا الانسان يبقى يقول شي كلام ماشي هو هذاك. على كل حال فانا تنظر النصيري النصيري انه حنا كنا ماشي كنا من المدافعين عليه لا كنا تنمشي واحد المبدا تنقولوا راه ما يمكنش ما يمكنش لانه كانت الهضره وكلام باش نكونوا منطقيين. دابا الان الانسان باش يدير واحد نقد ذاتي لراسو هذاك اللي كان تيقول بانه نصيري بحال كما دار هذاك الاسباني اللي جا اعتذر يعني بزاف ديال الناس خصهم يعتذروا. حنا كنا نقول لا ما يمكنش. انا تنقول بانه اي لاعب خدا ورقه يعني شهاده بانه غادي توقع ويفارق محترف باوروبا في القسم الاول فانت مؤهل. إذا جيتي للفريق الوطني وما كانش المردود ديالك المشكل ماشي فيا انا مشكل في الطريقه باش نلعبوا. اذا البارح بان بان المدرب عنده يعني الثقه التامه في اللاعب ديالو ولعب مقابله كامله كل شيء تغير فهنيئا النصيري على المجهود اللي بذل وعلى المثابره ديالو العمل ديالو حتى وصل للشيء اللي وصلوا الان. فعلا سي سعيد هنيئا النصيري وكذلك ياسين بونو على التألق ديالهم واللي بالمناسبة يعني رغم الفشل ديالهم على مستوى البطولة واحتلالهم المركز الحادي عشر حاليا فيعني فريق إشبيلية بفضل فوزه بكأس الدوري الأوروبي سيشارك الموسم القادم في دوري أبطال أوروبا. هذا بالنسبة يعني المباراة ديال الأمس بين إشبيلية وفريق روما الإيطالي. نمشيو سي سعيد الآن للمباراة الهامة اللي كينتظرها الجميع مقابلة ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بين الأهلي المصري وفريق الوداد. المقابلة المقررة الأحد على الساعة 7 مساء بملعب القاهرة الدولي بمصر. فريق الوداد طبعا وصل بالأمس سي سعيد لمصر من أجل إكمال الاستعدادات لهذا المقابلة الهامة على أمل يعني أن يظهر بالشكل المطلوب طبعا في المباراة المقبلة. والأكيد أنه سي سعيد بالنسبة للمباريات الإفريقية ديال فريق الوداد ربما المباراة الأخيرة ديال الوداد مع سان داونز في جنوب إفريقيا ربما اعتبروها بزاف ديال المتابعين أنها مباراة مرجعية لفريق الوداد على مستوى الانضباط التكتيكي وكذلك كما كنقولوا القتالية في اللاعب من أجل العودة بنتيجة إيجابية. واش نقدروا نقولوا سي سعيد بأنه الوداد إن أراد العودة بنتيجة إيجابية من مصر عليه طبعا على الأقل يظهر بالشكل اللي ظهر به أمام فريق سان داونز. الظهور امام سان داونز الظهور بالمظهر اللي كان امام سان داونز ماشي نقول مستبعد عاد لا الظروف ديال المباراه تختلف تختلف لانه المصريين ما تيلعبوش بحال سان داونز عندهم لعب خصم مختلف نعم لا لعب مختلف ولعب انا نعاود اكد الشيء اللي كنت نقول البارح اللعب ديالهم خليني نقول ماشي سهل ممتنع اللعب ديالهم خصك دير واحد نوع من الاحتياط اللازم بحيث انهم تيمكن لهم يخلقوا الفرص ديال التسجيل من كره يعني ما تتكونش تشكل خطوره انصاف الفرص ما انصاف الفرص بحيث انه شوف هما ما تيعتمدوش على التمريرات القصيره اطرد لهم تيلعبوا كره طوال الكواري طوال وعندهم ذاك التمريرات ديال في العمق الكره ديال كما تنقولوا في العمق اون بروفوندور يعني عندك التمريره بين جوج ديال اللعابه تينسلوا من الظهر والتمريرات ما عندوش تمريرات عاليه يعطيها لك في رجليك يعني اللعب ديالهم وان كان تيبان بحال راه ماشي افيكاس ماشي النجاعه ما كايناش فيه ولكن لا هذا هو الاسلوب ديالهم اللعب ديالهم يعني بثلاثه التمريرات يوصل ليه عند المنطقه ديال الجزاء. اذا حنا شنو اللي تنقول انا بالنسبه لي فريق ديال الوداد فريق ديال الوداد المقابله ديال سان داونز ما غنحيدوش للمدرب بالرغم انه عاد جا الفريق غنحيدوا له يعني المجهود اللي غيقوم به
ولكن غتبقى دائما انا بالنسبه ليا اللاعبين ديال الوداد راه حنا مع لاعبين اللي بزاف فيهم تيقلب على اللقب الثاني ديالو في المستوى العصبه الابطال بمعنى انه عنده معرفه كبيره بالمنافسات ولعب مع الاهلي ميران وتكرار ولعب مع هذوك اللاعبين ديال الاهلي وداخل الميدان وعارفهم وعارف القوه ديال النقاط ديال القوه ديالهم والنقاط ديال الضعف. اذا انا بالنسبه ليا اللاعبين ديال الوداد راه عارفين الاهلي اكثر من اللي عارفها المدرب. صحيح انه المدرب ممكن يكون عنده واحد القراءه شاف الفريق ويقول مودي بانه من الافضل كون لعبوا معهم بهذه الطريقه غنديروا ماشي من الافضل لا هو اللي غادي يقول لهم كيفاش غادي يلعبوا ممكن يلقى واحد الطريقه اللي هي افضل ماشي اللي كانوا تيبوا بها الوداد. غير دابا هذه المباراه بحال هذه المباريات فيهم بزاف ديال الاعتبارات. عندك مقابله ديال الذهاب ولكن عندك مقابله ديال الاياب. ما تنظنش بان واحد لاعب مقابله ديال الذهاب وتيفكر في مقابله ديال الاياب ابدا. تيكون ما تيدخل المقابله تنسى. حنا تنعرفوا بانه كاين لاعب لا شكون هيجبر القلا عنده يعني ما خصوش ياخذ انذار. تتخاف من الحكام واش يكون عنده واش عارف غتخاف واش غادي ينبهوا في الاول واش غيبغي يستفزوا ما عارفين شي الامور كيفاش غتكون حيت كاين شي حسابات ماشي بين يدينا حنايا. اللي غنمكن نقولوا حنايا هو الطريقه كيفاش يكونوا واقفين اللاعبين ديال الوداد في المقابله. يعني راه خمسه دقائق الاولانيه غتبان لينا شنو كاين. واش الوداد لاعبين باش يعني يقولوا راه حنا اليوم راه ما جايينش ندافعوا ام انه في البدايه غنقولوا دير حاجه غير ندافعوا. هذا الشعور هذا ما بغيتش يكون عندي انا. ما نعرفش بانه الوداد داخلين لمقابله في البدايه غنقول لهم اودي شوف احنا راه جايين معولين على الدفاع من الاول. وكيفاش غيبان هادشي هذا؟ وتنقولها وناكدها الا شتي المدافعين اكد عليها المدافعين ديال الاهلي تيمروا كرات بيناتهم في وسط الميدان ما غاتعجبنيش الحال. الا بغاو يمروا كره يمروها عند الحارس ديالهم. حنا ما نخليش ما يوصل نصف الميدان حتى يتعب شويه. ما عادي الى المدرب الخطه ديال ديك لا انا ما نهكش اللعابه ديالي غادي نرجعوا غنديروا الدفاع الاول فيه خمسه وفي وسط الميدان فيه اربعه وغنخلي غير مثلا صامبو هو اللي تيمشي بيناتهم. هذا ممكن يكون حل ولكن انا ما باغي يعجبني شيء. يمكن المدرب ينجح به ونجي نقول اودي انا هكا كنت باغي نلعب ولكن انا فشلت. المدرب هو اللي عنده الحق. يعني هذه القراءات الا ولاو يلعبوا الكره في وسط الميدان وحنايا اللاعبين ديال الوسط ديال الميدان ديالنا طيله يعني من البدايه ديال المقابله وهما قرب المدافعين لا الخطيرين هما اللي هما تيقلبوش على عمليه ثنائيه. عندهم الطرق ديالهم باش يمكن لهم يعني يمروا كره بين اللاعبين وعندهم لاعبين اللي تعطيه الكره واخا يكون محاط بجوج ديال اللاعبين يحصرها. ولهذا انا تنقول بانه اللاعبين ديال الوداد عندهم مسؤوليه ديال المعرفه ديال الاهلي داخل الميدان اكثر من المدرب. ولا اعتقد بان المدرب ما يكون شيء يعني حيت بدائيا يعني المدرب راه تيستشعر حتى مع اللعابه. ماشي واحد يقول بانه المدرب ما عمره ما هذا لا كاين المدرب اللي تيكون يعني كما تنقولوا يعني ماشي رايه هو اللي كاين. يكون مع الكابيتان تيهضر معاه انتم لعبتوا معاهم شنو يعني مثلا يعني استشاره يعني حيت كاين شي لعابه صعيب تقول له كاع كيفاش تلعب. كاين شي لعابه اللي ما عندك ما تقول له نهائيا يعني تنعرفوا اللعابه الكبار ما تبقاش تقول له دير هكا ولا تغوت عليه ولا اجي لا. على كل حال فانا تيبان لي بانه حنا امام مقابله اللي مهمه بزاف وعلى ضوء هذيك المقابله ديال نهار الاحد ان شاء الله غيتحدد يعني القيمه ديال المقابله ديال الاياب. واللي غنبغي بانه المقابله ديال الاياب او النتيجه تخلي الناس مطمئنين. ماشي مطمئنين بالمعنى انه صافي راه ربحنا في القاهره. ربحنا في القاهره ما كاين حتى مشكل هذاك الشيء اللي بغينا ولكن اللقب مازال ما تحسمش. اي حنا خصنا غير لما نكونوا نجيو حنا عندنا الامل كاين الامل يعني راه حتى الخسره بجوج لواحد تقول لا ما كاين مشكل ربحنا بجوج لواحد نرفعوا واحد لزيرو فهمتيني. يعني غير اللي صعيب هو انه يعني لا قدر الله تكون شي نتيجه اللي واحد يبقى يشكك يقول لا صعيب هذه الكلمه صعيب هي اللي ما خصهاش تكون فهمتيني. حيت في النتائج ديال كره القدم راك عارف النتائج واحد لواحد جوج لواحد ثلاثه لجوج ما كاين مشكل. تقول اودي لا ما كاين مشكل فريق خسر ثلاثه لجوج انا ما نفايش على الوداد ولكني
احسن نتيجه بالنسبه لي انا هو يربحوا بجوج لواحد مثلا. نعم وسي سعيد الى سمحتي يعني بالنسبه للمباراه ديال هذا الموسم المقابله النهائيه ذهاب يعني ربما اللي في مصلحه فريق الوداد هو انه مجموعة من اللاعبين لعبوا المباراة الماضية الموسم الماضي وانتصروا على الأهلي في الدار البيضاء بجوج صفر، يعني غيلعبوا ربما اللاعبين ديال فريق الوداد وما عندهمش التخوف من فريق الأهلي عكس الفريق ديال الأهلي، فكنعتقد إلى يعني المقابلة كانت صعيبة عليهم مع البداية وتعطل الهدف، فمع مرور الوقت غادي يبقاو يشكوا في القدرات ديالهم أمام فريق الوداد. ضيف إلى ذلك يعني المعطيات التاريخية، ولو أنه هذه مقابلة بعيدة عن الموسم الماضي وبعيدة عن 2017 وبعيدة عن المباريات اللي جمعت الفريقين في دور المجموعات، ولكن واش هاد المعطيات التاريخية اللي تفوق من خلالها فريق الوداد في السنوات القليلة الماضية تقدر تكون إيجابية على المستوى المعنوي بالنسبه لهذا المقابله واللاعبين ديال فريق الوداد؟ هادشي اللي كلشي اللي قلتي كامل انا متفق معك عليه، ولكني المقابله شكون اللي يحدد المعالم ديالها؟ راه في البدايه قلتي البدايه سي سعيد قبل اكيد نعاود ناكلها ولكن بصيغه اخرى. هذوك الاهلي لما غتدخل معاهم تبدا المقابله ياك يعني داروا هجمه رديتي هجمه، داروا جوج رديتي جوج، على الاقل شعرتيه بانه انا راه باغي نوصل للمرمى ديالك. كيف ما كان الحال تيقول هادو قد يوصلوا للمرمى ديالي في 5 دقائق ولا في 10 دقائق ولا في 15 دقيقه الاولانيه، غيبقى يقرا لك الحساب غير ليك البال غيقول اطونسيون ما فهمتيني، يعني انه باش نبقى غير ندافعوا لا. على العكس الى هما خداو المقابله ولقاونا في الاول، باش قلت لك انا في الاول لك الاشارات ما عطيوش اشارات سلبيه، الى قبضوا الكره الاولانيه ياك قسمين الاولانيه شدوا الكره ما هبطنا حتى كره، ما عند الناس غير هذاك الشيء غير على قد الحال، ضيعوا شي كره ضيعوها حنا الا ضيعوا هما كره راه حنا غنتخلعوا، ضيعوا الكره الاولانيه في 10 ديال الدقائق مثلا، خاصك انك يعني غتبقى دير الاحتياط، لا انا زير اللعابه ديال الوسط غيوجهوا الدفاع وديال الخط الامامي غيجيو الوسط، يعني هما غيجيو يركبوا علينا، غادي يقول لك هادو صافي حنا راه شديناهم. اللي خاص هو انه ما نشعرهمش بانه راه حنا خايفين من المقابله، حنا ماشي خايفين من المقابله، راه الطريقه باش لاعبين طريقه مثلا دفاعيه 100%، خصهم يشعروا بانهم حنايا قادين اننا نسجلوا، بحال كما دارت الرجاء. شنو الخطا اللي داروا الرجاء؟ الشوط الاول الرجاء ضيعوا الكره الاولى وجاتهم الكره الثانيه، الناس ديال الاهلي تزاد معاهم زايد، قالوا كملنا بصفر وصفر. شنو وقع في الشوط الثاني؟ في الشوط الثاني حنا ذاك صفر صفر يعني ما استمرناهاش. نعم يعني بحال اعطيناهم فرصه انهم يشدوا المقابله، كان سوء تركيز ديال اللاعبين. من بعد ما سجلوا عندنا لا سجلوا عندنا بيت هدف في الدقه اسف في اللحظات الاخيره من الشوط الاول. نعم اي سجلوا عندنا ذاك الهدف، هذاك الهدف اللي تسجل هو اللي كما تنقولوا يعني غير النظره ديال اللعابه ديال الرجاء للمقابله ديال الاهلي. دابا حنا تنهضروا على الوداد، ولكن تنقولوا باش نستافدوا من المقابله ديال الرجاء. الرجاء حتى بقات جوج ديال الدقائق ولا اربعه ديال الدقائق مقابله متكافئه وحنا ضيعنا فرص. ذاك الهدف اللي تسجل ذاك الطريق هكاك ديال يعني ذاك الشكل بدايه الشوط الثاني ما مشيناش بنفس الطريقه باش بدينا المقابله، ولينا بحال غنقلبوا غندافعوا على ذاك 1-0. هما خداوها على اساس انه صافي هذا الفريق هذا راه خايف من شي حصه كبيره. اذا انا شنقول؟ تنقول بالنسبه للوداد انه الدخول ديال المقابله ما نشعرهم شيء بانه حنا جايين على شي مقابله ديال تعادل ولا شي حاجه، خصهم يشعروا بانه يعني بحال ذاك الملاكم الا ضربتيني غنعاودك. ولكني راه يعني راه تنقول الكلام وتنوزن، ماشي بمعنى انه لا صافي حنا راه غادي نمشيو، لا حنا خارج الميدان ديالنا ما كاين حتى مشكل، ولكن غير ما نشعروا شيء بانه لا حنا راه ما كاين مشكل، راه بقاو غير انتم دافعوا حنا نبعدوا الكره ونعطيوها لكم عاود هجموا عندنا، لا ما خصش يكون هذا الشيء هذا، لانهم هما تيعرفوا كيف يتعاملوا مع هذه الوضعيات. الا عطيتيهم الكره يشدوها يعني النسبه ديال الكره مثلا 65 مع 35
ولا 62 لا ما خدامش. لا الا كانت النسبه ديال الكره عندهم 55 وحنا 45 ولا هما مثلا 51 وحنا 49 ما كاين حتى مشكله شي عادي، ولكن اللي باش يبقاو شادين الكره ثلاثه ديال الزوايا ولا ثمانيه ولا سبعه ضد وحده المصريين عندهم الوسائل ديالهم باش يمكن لهم يغيروا المجرى ديال المقابله. ولهذا انا اؤكد على انه الفريق ديال الاهلي الا بغى يوصل للمرمى ديالنا خصو يتعب. نعم. بس طلعها من عند الشناوي حتى وسط الميدان خصك تعب عليها. هذا تيطلب منا لياقه بدنيه هائله. نعم. هذا غير الراي ديالي انا ماشي مدرب، ولكن لي المدرب راه عنده الطرق باش يبلغ اللعابه، واللعابه راه عندهم يعني تبارك الله يعني التجربه اللي عندهم راه عارفين الامور كيفاش غيمكن لها تمشى. نعم صحيح سي سعيد، والاكيد انه الوداد كما ذكرتي يعني في مثل هذه المباريات تتطلب يعني تركيز كبير، لانه الكل كيعرف الامكانيات ديال اللاعبين ديال فريق الوداد، فقط خص اللاعبين يكونوا مركزين ويكونوا جاهزين بدنيا لمجاراة هذه المقابله ديال الذهب، لمن المنتظر انه ربما النسق ديالها غادي يكون ربما مرتفع. الفريق المصري ربما غادي ينفع من غير يرفع من النسق ديال المقابله باش انه يسجل الاهداف، لانه هو الفريق المستقبل. ولكن كما يعني بين فريق الوداد، فالوداد كذلك له امكانيات ممكن يستغلها، يعني خصوصا الا كان الفريق ديال الاهلي ضغط يعني القوه ديال فريق الوداد في الحملات المضاده. فقط سي سعيد عندي واحد التساؤل، انه الجمهور ديال الوداد المتتبعين كان عندهم كما كنقولوا بالنسبه للمردود ديال اللاعبين ديال الهجوم ديال فريق الوداد في المباريات الاخيره في هذا الموسم، يعني لم يرقى للمستوى ديالهم في الموسم الماضي، يعني ما كانوش كما كنقولوا 100% بالامكانيات ديالهم، الشيء اللي اثر على فريق الوداد وخلاه يضيع مجموعه من الفرص ديال التسجيل في مباريات اللي كون سجل فريق الوداد هدف او هدفين كان غادي تسهل عليه الماموريه. واش متفق معي سي سعيد في هذه النقطه هذه؟ لا انا متفق معك، انا عندي واحد التساؤل دابا مبدئيا التشكيل اللي يمكن يدخل، واش يبان لك بانه غيكون اوناجم وبوهرا ولا اوناجم وزهير مترجي؟ راه هنا كاين الشك، هنا كاين الشك. صامبو معروف غيلعب، ولكن ما بين أو ما بين ما بين المترجي وبوهرابا حتى شي حد ما يقدر، ونجم ربما كاين في الجهه اليمنى. نعم انا غنمشي معك بعيد. انا بالنسبه ليا ونجم يا اما غينفعني كمهاجم، اما مدافع ما عنده باش غينفعني، ما عنده باش غينفعني، ما ما ما, ما, ما عندوش يعني اللي كان دي باش غيمكن له يدافع. متفقين؟ نعم. داكشي باش نقول لك اودي بانه حنا اللعابه ديالنا الا غنستافدوا منهم على مستوى الخط الامامي فمرحبا. انا الا غندخل الا باغي نلعب باسلوب دفاعي بلاعبين مهاجمين ما تيعرفوش يدافعوا، ايوا نقلب على شي واحد تيلعب بالدفاع افضل لي من تنقلب على شي واحد يلعب بالهجوم. اذا انا اوناجم بالنسبه لي الدخول ديالو ديال اوناجم ولا بوهرا هادو لاعبين عندهم حس هجومي. والاكثر من هذا الحسوني كذلك عنده حس هجومي، سميتو سميتو هو اللاعب ديال وسط الميدان اللي تنقولوا كله يدخل اسماعيل مترجي، لا 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 وسط الميدان الوليد حيمود، حيمود نعم. حيمود عنده دي كاليتي باش يمكن له يعاون الخط الامامي اكثر من لي كاليتي باش يدافع. اذا الى عندي هاد اللعابه الا ما غنستغلوش على مستوى الخط الامامي فما تيضر لي شيء بانه الوجود ديالو غيكون في هذه الحاله هذه. ما ندخل انا ندخل الداودي نقول له دافع، وندخل سميتو هذا الجعدي دافع، وندخل سميتو الاخر نقول له دافع، ونجيب كل شيء غيدافع الا ما غنهاجمش. ولهذا فاللي غيدخلوا هاد اللعابه هادو عندهم حس هجومي، خصني نشوف المردود ديالهم، وهادو هما اللي خصو يعطيو رسائل للاعبين المصريين على انه حنا راه جينا باش نهاجموا ماشي باش ندافعوا. انا راه اوناجم جيت باش نهاجم، باش الكره ملي غنشدها خصني نشدها مور نص الميدان ونمشي عندك حتى لجهه منطقه الجزاء، وتما فين تكون شاد الكره ماشي نبقى تما يعني. على كل حال المهم انا الاسلوب الدفاعي المحض ما تينفعش مع المصريين. نعم نعم، خصوصا سي سعيد انه في مثل هاد المباريات شيء جيد ان تسجل هدف يعني خارج الميدان، ولو ان تنهزم كيف ما قلنا قبل قليل، يعني تخسر بجوج لواحد احسن من تخسر بواحد لصفر، ولكن خصك تسجل. انا احسن نتيجه بغي هي ربحنا بجوج لواحد، هي انتصار. نعم انا قلت في اسوء الحالات
يعني الا سجلتي راه مزيان في اسوء لا هو الحالات. شوف نعم. حنا تنطلبوا حنا كمغاربه دابا تنطلبوا شي حاجه اللي هي مزيان يعني نعم. يعني كاين اللي تسمع الا يسمع ديك ولا يا يتربع جلوع علاش لا ممكن كره القدم هذه نعم. ماشي شي حاجه اللي غير هو يعني تتقول اللي ربحت جوج واحد على برا في بلادي واخا بواحد صفر وراني وراني رابح نعم. هذا هو اللي اما الى ساليتي بالتعادل احسن تعادل هو تعادل ديال الاهداف واحد لواحد كما كان واحد الشان واحد جوج جوج ديال الربغه والمهم التعادل ديال الاهداف هو افضل ما كاين نعم كما كان الشان السي سعيد في... نعم ولا يعني بانك تاهلتي او فزتي بالكاس لا مازال نعم. غير هو على الاقل كيعطيك امتياز الامتياز اللي عندك هو انه الفريق لما غادي يجي غادي يقلب يهاجم يعني وانت في بلادك اكيد بانه غيكون عندك مناسبات باش تلقى الفرص ديال التسجيل اللي صعيب اللي صعيب هو انه الانسان لما تيجي والفريق الخصم يجي الاهلي غيقول انا غندافع على واحد الهدف ولا جوج الاهداف يعني حتى واحد صفر ما 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 ما, 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 ما و... تجي شويه نعم. تسجل هو احسن حل نعم. وإلا ذكرتي سي سعيد في 2017 لما تجرى الذهاب والإياب فواحد لواحد في الذهاب والهدف ديال بن شرقي نفع كثير فريق الوداد في مباراة الإياب سهل عليه المباراة شيئا ما أمام الأهلي المصري اللي كان مضطر أنه يخرج يلعب بالكرة في الدار البيضاء أمام الوداد والوداد انتصر في الدار البيضاء بواحد الصفر الهدف ديال الكرتي إيوا شوف أنا شوف أنا المواجهة ديال الوداد مع الأهلي مبدئيا فإلا كانوا الجمهور ديال الوداد تيقول بانه النسخه ديال 2017 او حتى الفرقه اللي ربحت في ذاك المقابله اللي كانت غير مباراه فاصله يعني كانوا الفريق افضل من الشيء اللي كاين حتى الاهلي تيمروا بمراحل تهما اللي هما صعيبه الفريق راه ما استرجع الانفاس ديالو حتى الادوار سميتو ديال الاقصاء المباشر اما في المباريات الاخرى كان فريق عادي جدا يمكن الحماس ديالهم والضغط الجماهير وما عليهم ضغط وما عليهم واحد الضغط كبير رهيب 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 اللي يعرف المصريين مزيان ممكن دائما يربحهم علاش لانهم تيخافوا من الهزيمه نعم تيخافوا من الهزيمه تيخافوا من الهزيمه تيخافوا من الهزيمه نعم. غير ما تعطيهمش الفرصه فين هي ما ديرش بحال داك الملاكم تبقى غير دافع حتى يشدوا الملاكم الاخر في داك الركن نعم هادشي اللي كاين ما خصك لا حمله بحمله نعم ونقطة أخرى سي سعيد في مثل هذه المباريات كتطلب كثيرا يعني تفادي الدخول في المناوشات ويعني رد الفعل بعد الاستفزاز المصريين اللي غادي يكون أكيد سي سعيد نهار الحد هما خبراء نهار الحد إلا ما سجلوش هدف مع بداية المباراة غادي يديروا جميع الوسائل باش يعني يأثروا على التركيز ديال اللاعبين المغاربة لذلك فاللاعبين ديال الوداد راه تبارك الله عندهم تجربة واجهوا الاهلي في مره جوج ثلاثه اربعه يعني عندهم تجربه اللي تخليهم على انهم ما يوقعوش في الفخ ديال الاستفزاز وياخذوا المقابله بكل احترافيه باش تكون النتيجه في صالح فريق الوداد ان شاء الله. هما دابا كما تعرفوهم حنايا هذاك كاين هذه التسميه اللي ولات جديده هذه القضيه ديال الخبط الكروي عمرني استعملتها ولكن دابا تستعمل ما كاين حتى مشكل. المصريين راه بالنسبه ليهم بالنسبه لهم حنا كنتعاملوا تعامل حتى حنا عندنا داك الشيء ديالنا وهما عارفين اللعابه ديالنا شكون هو اللي تيتقلق شكون هو اللي يعني مثلا الا هربتي له غادي كما تنقولوا غادي تاكلي عليك حافظين اللعابه ديالنا ويكون عارفينهم وغادي يقلبوا على داك وغيمشيو يقلبوا على داك العمليات اللي تخلي داك اللاعب ديالنا يدير شي تدخل ولا شي هو هذاك نعم متفقين دونك اذا العمليه ديال 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 ديال, ديال التعامل مع المقابله راه اللعابه خصو يردوا بالهم المصريين غيقلبوا على فين يقلبوا المشاكل خصوصا اذا لعبوا واحد 35 دقيقه والفرقه ما تدورش اما الا لعبنا الشوط الاول كملناه يعني متعادلين ولا منتصرين راه الشوط الثاني غيتغير المصريين راه عندهم واحد الكلمه تيقولوها دائما نبوظ الماتش نبوظ الماتش هي خسر المقابله المقابله خرجها من الاطار ديالها الواضح يعني نعم. داك الكره اللي غتكون باينه واضحه لا خصهم لا نقاش ضرب الراس وجر هنايا وطيح وتوا هادشي عندهم عادي جدا نعم. وهما لما تيكون الجمهور تيولي فيهم كما تنقولوا كل واحد يولي فيه 10 يعني نعم. خصنا نديروا احتياط غير انا ما تنقول شي كلام وفي نهايه المطاف تنقول لهم ودي واش هاد اللعابه هادو محتاجين لهذا الكلام
حيت نقولوا بيناتنا حنايا بحال شي واحد تيقولوا بدي عندك يطيحوا في هذا الفخ. اما اللعابات راك ما لاعبين كلشي عارفين وما كلشي لاعب مباريات كثيره وكثيره جدا، ما تنظنش بانهم خصهم يطيحوا في الفخ، ما عدا الا حسوا بشي ابتزاز. الحكم بدا اول الحكم راه عربي، ف يعني الكلام اللي غيمكن يتقال راه كلشي غيفهموا، اللي صعيب هو اللي تكون شي حكم ما تعرفوا كاع باش يتكلم معاهم. اما دابا تفهم لي بانه اللاعبين ديالنا راه عندهم واحد المناعه طلبوا على انها تكون حاضره في هذيك المقابله ديال القاهره، و اذا لعبوا لعبهم انا تايق بان الوداد قد دير مباراه كبيره قد بشرط ما يشعروهمش بانه المصري الا حس بك بانك خايف غيديك، كون على يقين ما خصكش تشعروا بانك خايف. وكاين حاجه اخرى عاود باش ما ننساها، شيء المدرب ذاك الاسلوب اللي تيلعب ديال انك تخرج الكره من الدفاع، اذا المصريين داروا ما تيديروش الضغط على حامل الكره، هذه القضيه غتجينا من داكشي اللي كنغير. اذا ما داروش الضغط على حامل الكره، اذا داروا الضغط على حامل الكره غير بلعاب ما كاين حتى مشكل، اذا داروها بمجموعه من اللاعبين خصنا نحتاطوا. هذيك تميره الكره ديال ما بين المدافعين فيها واحد من فيها خطوره، علاش؟ فيها مغامره لان بامكانك واحد الكونترول ماشي هو هذاك، لانه حنا عندنا مع كامل الاسف حنا اللعابه ديالنا كاملين ماشي واحد ماشي جوج، يمكن واحد بوبي كونترول وتولي القضيه في الا ضاعت الكره لشي واحد راه غيكونوا حدا ثلاثه صحابو ولا دايرين الضغط هما بثلاثه ولا اربعه ديال اللعابه. الا ما دايرينش الضغط ما كاين حتى مشكل، غادي يعطيونا واحد المتنفس انه نطلعوا الكره ونبنيو. الا حنا هما داروا هذه القضيه راه حتى حنا خصنا نديروا هذا الشيء، حتى هما ممكن يضيعوا الكرات. هما تيلعبوا غير هما تيلعبوش قصير، هما تيلعبوا طويل، تيلعبوا بزاف على هذاك على معلول. معلول هو معلول راه هذا الدور ديال اوناجم الا بغى معلول ما يطلعش خصو يمحنو، خصو يقول له انا غنشد انا غنديك جيت الزاويه الكورنر ديالك تبقى تبقى. اما الا معلول بقى طالع ولقاو حنايا بان اوناجم راه مخبي مور العملود، ايوا في هذه الحاله هذه الامور غادي تصعب. نعم، إذن سي سعيد أكيد أنه تحدثنا قبل هذا المباراة نقطة أخرى يعني أخيرة ربما بخصوص هذا المباراة بالنسبة للدفاع، يعني ما كاينش تخوف بالنسبة لفريق الوداد، فقط ربما كاين الآن بالنسبة للجمهور والمتتبعين الشك بالنسبة للاعبين غير شكل وسط الدفاع مع العودة ديال فرحان. زولا ما كاين مشكل، زولا كاين واش فرحان أو أبو الفتح هنا فين كاين ربما الشك حتى الان، ما عرفناش شكون هو اللاعب اللي غادي يبدا المباراه امام فريق الاهلي المصري. ما عرفتش دابا انا هذاك فرحان دابا العوده ديالو جوج ديال الاهداف وما فرحش، ما معنيتها باش واش يعني عنده شي تفكير في راسو ام انني غندير الضغط على المدرب شوفني انا. هذا مدرب عجل جديد تيدخلوا فرحان كان مصاب، ما تنظنش بانه كانت اختيارات لانه فرحان خدا له بلاصتو، انه كان مصاب ياشي اللي كان. نعم كان مصاب. اذا العوده دابا العوده ديال 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 فرحان يعني الى لعب مزيان، الى دخلوا ولعب مزيان، حيت هذاك عدم الفرح ديالو ما عرفتش شنو، حيت انا ما صراحه ما فهمتش علاش ما تيفرحش شيء. ولكن الا كانت هي رساله ديال على انني نستحق ناخذ الرسميه، فواحد الوقت كان رسمي كان خدام ديال ابو الفتح، فإلا دخل ودار مقابله مزيانه هادشي اللي بغينا، ولكن الا قدر لعب ما لعبش مزيان غيقولوا تقولنا علاش انا ما تيدخلونيش شاي، حيت كره القدم هذه صعيبه ما تعرفش شنو غيوقع. يعني هو صحيح هو انه من ناحيه اللي عنده امكانيات، وحتى ابو الفتح انا معمور بالفتح يجيني خايب، يعني ابو الفتح عنده شي اخطاء ديالو تكون قاتله، الاخطاء ديالو تكون قاتله، ولكن هو كلاعب كهذا ما واش غنقول له بانه ما تيعرفش يلعب كره، ولكن مع كره القدم كل واحد تيكون عنده واحد النقطه ديال الضعف، النقطه ديال الضعف ديال ابو الفتح هو انه يلعب لك مقابله مزيانه وتضرب الراس مزيان وتطلع وتعطي لي باس مزيان، ولكن تجي الخطا ديالو والخطا ديال المدافع اخر لاعب يدير خطا راه تيولي الكره في المرمى. لا كل حاجه شوف اللي دخل فيهم صعيب، ما نقول لك انا اللي غيدخل اللعابه بيناتهم
اللعابه بيناتهم بغض النظر على الراي ديال المدرب، فاللعابه بيناتهم تيكونوا عارفين الشيء فضل واش هذا ولا هذا. حيت دابا حنا كما تقول كاع عندنا في الكره راه شحال من واحد اللعابه تيقول صافي لعبنا فلان، ولا خوتي يقول لا صافي لعبنا فلان، لانه كل واحد مع من تينسجم، وكل واحد يعني تيشوفوا لي كاليتي ديالو. يقدر يقول لك لا المصريين خصهم لاعب اللي يكون صحيح وقوي وتيدخل تضرب راسه مزيان. كاين لعاب لا واحد يخرج يقول لا خصني شي لاعب اللي يكون تيلعب كويره مزيانه باش نقدروا نشدوا الكره، يعني ماشي غير نشدوها ونبعدوها. وعلى كل حال حنا اللي غادي ندخل غادي نشجعوا ونطلبوا الله نعم انه يكونوا في المستوى. نعم نتمنوا ان اللاعبين يكونوا موفقين امام فريق الاهلي المصري. اذا شكرا لك سي سعيد، كنعتقد شكرا. وطبعا نعم. هذا غيكون عند الاخوان يعني المستمعين ديالنا راه هما اللي تنشطوا البرنامج، كل واحد عنده راي وكل واحد عنده في التشكيله نعم وكل واحد عنده راي. لنا في كره القدم الانسان يعطي رايه ما كاين حتى شي مشكل. نعم. انا الراي اللي عطيته الراي اللي عطيته هي هذه اراء ديال الصحفيين، ولكن اراء ديال المتتبعين، والمتتبعين فيهم ناس اللي هما يعني عندهم افكار ديالهم اكثر من الصحفيين. نعم شكرا لك زميلي بدي اوزيك. اذا شكرا لك سي سعيد، طبعا ستعود مع المستمعين الكرام في الحلقه المقبله من برنامج نقاش في الرياضة إن شاء الله. إذن لحظات ونواصل مع المستمعين الكرام من أجل التفاعل بخصوص طبعا خصوصا المباراة المقبلة ديال الأهلي المصري وفريق الوداد الرياضي. نذكر بأرقام الهاتفية لغاديو بلوس 0526 666 066، 0526 666 077، و 0526 666 068. إذن لحظات ونستقبل أولى المكالمات في برنامج نقاش في الرياضة مع المستمعين الأوفياء لغاديو بليوس. أذكر من جديد بأرقامنا الهاتفية 0526 666 066، 0526 666 067، و 0526 666 068. الحديث سيكون بخصوص المباراة المقبلة للوداد أمام فريق الأهلي المصري، مباراة الذهاب حظوظ الوداد. بالنسبة لكم يعني التشكيلة المرتقبة وكل الأمور المتعلقة بهذه المقابلة الهامة لكرة القدم الوطنية. وناخذ أولى المكالمات سي محمد من فرنسا. مرحبا بك سي محمد. السلام عليكم اخويا، كيداير لاباس عليك؟ وعليكم السلام. الله يحفظك، مبروك العواشر. علينا وعليك. الله يحفظك اخويا، تحياتي ليكم وتحياتي لطاقم الصحافه معكم، وتحياتي سعيد الذوق على المداخله ديالو القيمه. نعم تحيات متبادله، تفضل. الله يحفظك اخويا. بغيت نقول لك اخويا بالنسبه للبارح يعني سميتو ليه اشبيليه يعني بونو ومصاري، يعني تبارك الله عليهم، وزعما كنا فرحان اليوم بزاف. وخاص تعرف ان الهدف ديال التعادل ديال اشبيليا امام روما ان يوسف المصيري راه ضغط على هذاك المدافع. صحيح نعم، وكانت مضايقه. نعم كانت مضايقه ديال المصيري اللي اثرت على المدافع اللي كان اضطر انه ارتكب خطا. لانه هو كان باغي يبعد الكره، صدق يعني سجل ضد مرمى وهادشي دخل في نطاق كره القدم، وهذا دور كبير ديال المهاجم يوسف النصيري بالامس. يوسف النصيري ولا التالق ديالو كيزيد يعني تبارك الله عليه، ماتش مورا ماتش. نعم ماتش مورا ماتش، وداكشي اللي بغينا ان شاء الله في المنتخب المغربي ان شاء الله. وبالنسبه لبونو البارح السي خويا راه نقض المرمى ديالو بزاف المرات. نعم قلنا يعني تألق في اثناء المقابله وخلال الضربه الترجيحيه. بونو اكد للجميع واكد للمسؤولين ديال الاشبيلية على انهم كانوا غالطين انهم يعني خلوه في دكه الاحتياط على مستوى الدوري الاسباني، ولكن فبونو ماشي هو احسن حارس فقط في اشبيلية، فهو ربما من خيره احسن الحراس في العالم. في العالم في العالم في العالم نورمالمون خويا ما يعطوش هو المركز الثالث عالميا، خصو ياخذ المركز الاول عالميا. نعم لان بونو خويا يعني بونو ما عندوش ذاك الخوف، يعني ملي كي يستفرد به شي مهاجم كيخرج ليه صافي خارج ليه، ماشي زعما كان كيخاف منه ولا شي حاجه ولا كيطيح ولا شي حاجه، كيخرج ليه. هادشي اللي بغيت نقول اخويا. وبالنسبه اخويا للمباراه ديال الوداد مع الاهلي. الو نعم. بالنسبه خويا المباراه خويا خاصهم دابا الوداد يتكونسونطرو مزيان، لا
لانه دابا هما راهم مشاو على الصون الحمد لله بخير وعلى خير، يتكونسونطرو مزيان. وانا بالنسبه ليا فرحان خاصو يلعب، نعم، لان قليل في كنشوفو شي مدافع كي ماركي. انا بالنسبه ليا فرحان يعني خاصو يلعب، لانه هو كان ديجا يعني واخد يعني المهمه ديالو كيدخل كرسمي للمباراه. انا بالنسبه ليا فرحان لان قليل غتلقى مهاجم مدافع اللي كيدافع او ميم طون كي ماركي ليك، راه قليل اخويا. نعم، انا بالنسبه ليا وبالنسبه اخويا خصهم يتكونسونطراو، لان المصريين بداو كيهاجمونا وبداو كيكتبوا وكيهضروا في لي ريزو سوسيو. خاص الدراري يتكونسونطراو على الماتش مزيان، واخا نجيبوا اخويا غير نتيجه ديال 0-0 راه مزيانه لينا، اولا 1-0 نعم بغينا اخويا. نعم، هو شوف مع كامل الاحترام الراي ديالك، يعني 0-0 كتبقى نتيجه ملغومه وصعيبه. 1-0 يعني صعيبه، يعني تخسر بهدف وما تسجلش، ما نتمنوش هذه النتيجه لفريق الوداد، نتمنوا نتيجه احسن ان شاء الله. لا ما قلتش لك 1-0 نخسروا فيه، نعم انتصروا، نعم 1-0 ان شاء الله. نعم نعم، لا انا ما قلتش اخويا خسر. نعم، بالنسبه للتعادل نتمنوا اننا نسجلوا هدف ونرجعوا بالتعادل، يعني لانه 0-0 كتبقى دائما نتيجه صعيبه في مباراه الاياب. صحيح انه كيكون الدعم ديال الجمهور حاضر، ولكن دائما 0-0 يعني كتلعب وانت ما مرتاحش، يعني خصك تسجل وتحتاط باش ما يتسجلش عليك هدف. وهنا فكاين الصعوبه ديال 0 اللي مثلي. نعم، الوداد احسن شيء هو الانتصار، او 1-1 او 2-2 احسن شيء نتمناه ان شاء الله. ايوا صافي اخويا، ونامنوا بالقدرات ديال فريق الوداد، لانه الان كنعتقد وصلنا ل 2023، ما بقاش داك القضية ديال المباراة خارج الميدان، المباراة داخل الميدان. الفريق القوي خصو يبين القوة ديالو في جميع الأماكن. نعم عندك صح. وبالنسبة خويا الحارس خويا مطيع، نعم، واش مباراة خويا نهار 11 جوان غادي يكون ولا لا؟ لا غيكون إن شاء الله، غيكون إن شاء الله. سمعتوا عيطوا ليه المنتخب، ولكن هو موضوع راهن إشارات فريق الوداد الرياضي، ربما سيلتحق مباشرة بعد النهاية ديال عصبة الأبطال الإفريقية. ايوا صافي، يلتحق ربما مباشره في المقابله ديال الراس الاخضر. شكرا لك السي محمد من فرنسا. ننتقلوا او نرجعوا للمدينه الدار البيضاء عند عبد المجيد. عبد المجيد مساء الخير. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام اخويا، انا عندي واحد، اولا تنهنيو الوليدات ديالنا في جوج بونون سريع هذا الاداء اللي قدموا البارح، فرحانين بزاف بهم ورفعوا الرايه ديال المغرب. وعندي سؤال اخر، يمكن واحد راه جاوب عليه سعيد زادوق، شكون اللي كيف الدرواش فرحان ولا ابو الفتح؟ الله اعلم. هما بجوج مزيانين، ابو الفتح كل واحد عنده خاصيات ديالو الصراحه. هي هذه صحيح. وانت واش مع حسون يدخل من الاول ولا تدوز ميتا؟ وانا بالنسبه لي يعني ايمن الحسوني في هذا المقابله، يعني الى استرجع يعني الامكانيات ديالو غادي ينفع كثير فريق الوداد، لانه كنعرفوا الحسوني عنده الخاصيه ديال الاحتفاظ بالكره، والاحتفاظ بالكره في هذه المقابله امام فريق الاهلي المصري غيكون شيء جيد بالنسبه لفريق الوداد. يكون نعم خويا. وحاجه الاخرى اللي بنقول لك، على مع الاسف اللاعب الدولي ميدو، اللاعب المصري اللي احترف في اوروبا ومن احسن اللاعبين اللي دازوا في التاريخ ديال الكره المصريه، تيخرج شي تصريحات يعني اللي كنا كنسمعوها مع الافارقه. قال لك السحر، ما السحر الشعوذه، اين السحر وين الشعوذه؟ غيدي واحد الفقير للدار البيضاء باش يبطل السحر ديال الوداد. الوداد كان قال على القشاش، في اعتذر ليه؟ لا انا كنعتذرت دابا وليت درتها للوداد. دابا حتى افريقيا ما بقاوش يقولوا هذا الكلام، هذا الشيء ديال السحر. السي عبد المجيد كتعرف بانه المصريين يقول هذا الكلام. نعم، الحضاره ولاعب مثل هذا كيقول هذا الكلام ديال اين السحر؟ نعم، غندخلوا الكره حنا باش غندخلوا؟ غتكون غاده وغترجع يضرب البرد وتدخل تدخل. نعم، غيخسروا حنا كنديروا السعر، وإلا ربحوا هما راه أقوياء. نعم، وهادشي اللي الوداد العادي عنده هو النهاية دابا، ونسى هو العادي عند الوداد. نعم، وهذه ممارسات ليس بغريبة على الأشقاء المصريين، كلما اقترب موعد مع فريق مغربي. نعم، شوما أنا ما عمر شي صحافي عندنا خرج شي كلام بحال هذه الطريقة، يقول السحر والشعوذة ولا هادشي كنا نسمعوه بكري، تنقولوا راه جابوا شي حاجه نحوها، شي خبره نحوها افارقه ديال 30 عام، كنا تنقولوا راه دار السحر. هذا ميدو لاعب كبير زعما، وتطيح من القيمه ديالو يقول هذا الكلام.
نعم لا حول ولا قوه. نعم اذا هذا كيبقى يعني ربما ممارسه ديال المصريين من اجل التاثير والضغط على فريق الوداد، ولكن فريق الوداد فيعني ربما اللاعبين ديالهم ملفين مثل هذه التصريحات، مثل هذه الاقاويل كما نقولوا الفارغه، هادشي فارغ يعني. نتمنوا شهاد لاكوب راه كارثه عظمى بالنسبه لهم. نعم نعم، ونتمنوا ما يديوش، نتمنوا ما يديوش. يسهل لهم فيه ان شاء الله، ان شاء الله. شكرا لك عبد المجيد من كازا. نمشيو لمراكش عند عمر. عمر مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. غير واحد الاخوان بالنسبه للوداد، المباراه ديال مرحبا مع الاهلي، مع الاهلي كنتمنوا التوفيق ان شاء الله للوداد، وحذري ثم حذري بالنسبه للاهلي انهم موجدين الوداد. نعم كتسمعني؟ كنسمعك. نعم خصنا الصراحه، خصنا الوداد تكون مركزه بالنسبه للمدرب ولا بالنسبه للعابه، خصنا نكونوا اكثريا نركزوا على الدفاع. نعم هذا رايي، ويكون عندنا الهجوم قوي. وكنتمنى لهم التوفيق، والرساله من عندي حذاري ثم حذاري من الاهلي، خصنا نجيو بالنتيجه ايجابيه ان شاء الله من الاهلي من, نعم. من مصر ان شاء الله. ولكن مع احترامي لك الاخ عمر، يعني ماشي غير بالدفاع غادي نرجعوا بنتيجه ايجابيه، ندافعوا نهاجموا بجوج. انا شوف ندافعوا، وملي تكون عندنا الكره نستغلوا الكرات اللي عندنا. ما احنا معروفين كزاوا كيما كان الفريق كازا غيثقبوا غيثقبوا. نعم ما شوف، هادشي معروف، هادشي معروف. لا خصنا نركزوا، هاد الكلمه هادي غير بين قوسين غتحيدها، لانه ما يمكنش ندوزها هنا في غاديو بلوس. هادي كلمه ربما كدوز في اماكن اخرى، ولكن على الاذاعه مكان محترم. يعني غادي بغيتي تقول غادي زعما انهم يسجلوا عليك هدف او هذا. غيمرجعوا عليك، غيمرجعوا عليك في مكان. انا نشوف كيما رجعتي في الدفاع كيما لعبتي في الهجوم. نعم نتمنى لهم التوفيق للوداد. نعم راه اللاعبين، راه الوداد عندها اللاعبين في المستوى. نعم وبالنسبه للمدرب، راه المدرب في المستوى، عنده التيك تاك الامكانيات. نتمنى ان شاء الله يخرجوا بواحد النتيجه ايجابيه من مصر. نعم انا رجوي كنتمنى التوفيق ان شاء الله للوداد. نعم انا شيء جميل، هذا شيء جميل، لانه الوداد يمثل كره القدم الوطنيه. شكرا لك عمر من مراكش. واحد دقيقه الله يخليك، وتنتمنى التحكيم تكون في المستوى ان شاء الله. نعم اللي كان تحكي في المستوى اكيد الوداد غيفوز باللقب ان شاء الله. ان شاء الله. وواحد الخو الله يخليك، بالنسبه للمباراه ديال البارح بالنسبه لشبيليا وسميتو، نتمنى التوفيق لبونو الصراحه. بونو انا الصراحه الاخلاق مصيري، كيفاش كيجاوب البارح الصحافه يعني بالدارجه، يعني بونو الصراحه انا كيعجبني بزاف، كنتمنى له التوفيق. انا حارس رائع بالنسبه للمنتخب الوطني، نتمنوا ان شاء الله نتمنوا له التوفيق في المشوار ديالو. نعم. كيفاش الاخلاق ديال بونو، كيفاش بان لك الكره البارح، يعني بونو راه الصراحه هو اللي الماتش البارح ديال بونو. نعم يعني تسدد ضربات جزاء، تسدد شحال من محاوله، راه المهم تقات البارح صراحه. انا البارح قال لك بونو البارح المباراه ديال البارح كتشبه ليا ديال المباراه ديال قطر. نعم مع اسبانيا. نعم كاع نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله، وكنشكركم وكنشكر هذا البرنامج. شكرا يعني شكرا لك عمر من مراكش. يعني الرساله ديالك وصلت بخصوص جميع المواضيع، لا بونو نصيري ولا الوداد. نبقاو دائما في مراكش، ونمشيو عند عبد الغني. عبد الغني مساء الخير. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. الله يخليك اخو، واحد النقطه توضح، واش هذاك عموته عنده الحق يتريني دروكا بالجيش؟ لا هو عموته هو كمشرف عام على فريق الجيش الملكي، المدرب في الوراق كما كنقولوا هو عزيز الصمادي، لاعب دولي السابق ولاعب فريق الجيش الملكي. عموته قانونيا ما عندوش حق يبرك او يجلس في دكه الاحتياط ديال فريق الجيش الملكي في نهايه الموسم، لانه بدا الموسم مع فريق الوداد. يعني ربما الموسم المقبل إلى بقى عموته مع فريق الجيش الملكي ربما سيتغير العقد، وسيصبح هو المدرب الفعلي كما كنقولوا والقانوني لفريق الجيش الملكي في دكة الاحتياط الآن. ولكن اللي معروف الآن عموته يسير فريق الجيش الملكي من المدرجات، يعني وكيعطي التعليمات ديالو الطاقم التقني المتكون من عزيز الصمادي. شوف اسيدي علي، راه هذا هو المشكل، هو انه قانوني ما عندوش الحق، وراه في المقابله اللي راه كان من ورا الكرياج وتيعطي التعليمات، يعني كي تنقولوا وهذه راه ماشي اول مره سي عبد الغني، ماشي اول مره كتوقع. شوف اسيدي
عالي شوف. ومهدي معك المهدي عبد الغني. يطلع الفوق شوف يطلع الفوق التليفونية ما باش ينزل تحت هذا الكرياج راه ولا بحال ولا تيترين المهم ندوز هذا الموضوع. ولكن راه خارج راه كيتسمى خارج الملعب. ورا الكرياج خارج الملعب. ورا الكرياج تهضر مع اللاعب وتجي. ايه ورا الملاعب الملاعب يعني كتساعد ولكن ماشي جميع الملاعب، الملاعب اللي ما يكونش فيها جمهور. لا المرة الأخرى فعلا شوف أنا دوكا ماشي أنا تنقول إيه القانوني تحترم، أما المرة الأخرى كون كنت أنا مثلا على برا غادي ما نخليش في الملاعب الأخرى من غير ديال الرباط راه ما غادي نخليش ينزل ليا لتحت قانونيا يعني رجال الأمن ولا لا يحيدوا من حدا الكرياج كيحيدوا كل شيء. نعم. نرجعوا أخويا للموضوع ديالنا. كان خص يكون اعتراض، كان خص يكون اعتراض من الفريق الخصم. نعم. شوف هاد المشاكل هادي حشومه يطيحوا فيها فرق بحال هكا والله الا حشومه كيتعملوا. ولكن راه ماشي اول مره، راه مرارا وتكرارا شفنا مدربين اللي دربوا فرق بغطاء ديال مشرف عام او مدير تقني. لا لا غير انا تنقول لك شوف ما كنعطيوش يعني مثاليه. هاد كره القدم عندنا بتبقى كي تنقول بين قوسين، بين قوسين ما تبقى ديما حشمت نقولها مسخه يعني بهذا الشكل هذا. المهم نرجع اخويا الماتش ديالي ديال الوداد. انا تنظن بان الوداد خصها تلعب سميت واحد نص ساعه ديال الرجاء في الماتش ديال الاهلي، ما يخليوش الاهلي تهجم عليهم لانه الرجاء في نص ساعه الاولى كانت قابطاهم. اشطر هذاك البيت اللي قلنا جا في الاخر بالراس يتفادى الوداد، باش تفاداه خصهم يديروا خمسه في اللور. وعلاش تنقول خمسه؟ باش واحد يميل داك الجنب ديال معلول، هذاك معلول اللي الضروه ديالهم اللي رينكوش تهبط. اذا خصو ماشي وناحي اللي بيحصروا الميليو ديفونسيف بحال هذاك فرحان يتزاد ويكون هذاك هو الدور ديالو يمشي اليمين رد لهذاك ليه. وخص الوداد تنقول تنعاودها شتي داك الطيح اللي تيطيحوا هنا في المغرب وديك اللي تنقول تيدخل الطبيب وتيدخل نفس الشيء يديروا، ما يحاولوش يقولوا راه الكاميرا تابعانا ديالت على برا وراه ناقلين في بين سبور وراه ناقلين في هذا بين نلعبوا ماتش راقي. لا داك الخبط ديالهم اللي تيلعبوا في المغرب كل اللي قاسوا تيطيحوا اللي تيدير يطيحوا وهما يمرتوهم ماشي هذوك اللي بغا يطيحوا ديالنا اللي بغا يطيحوا. حنا ما غاديش بينا نلعبوا الكره باش كي تنقولوا الكره غادي يلعبوها من اللي رجعوا للدار البيضاء. وتما كي تنقولوا انا متفق مع السي سعيد دائما لانه الى ماركينا بيت ربحنا شتي، الى ماركينا بيت سوا تعادلنا واحد لواحد ولا خسرنا بجوج لواحد الى ماركينا بيت على برا ربحنا. هذا البيت هذا كي قلت لك خصو يجي في الدقائق الاولين، ما خليش عندهم الفرصه ديالهم يقبضوا الكره. راه الراجل رتيتي البال ولا باقي عقل ولا دور الماتش راه لعبه تحسن منه في الساعه وتلقوا البيوت. نعم. تلقى البيت هذاك بقى هو الجول وتلقى بيت اخر في الفلاميطه الاولى. نعم. يعني هما راه تيجوا مركزين على بي يباغتونا في الدقائق الاولى، حنا العكس. نعم. نباغتوهم في الدقائق الاولى نماركيو لهم بيت وديك الوقيته نرجعوا نحسنوا الدفاع ما لا جامات له ونعليو. حنا عندنا الراس نعليو لهذاك صامبو الله يجيب الله شي اصابه. نعم. ونتمنوا الخير لفريق الوداد. شكرا لك. شكرا. عبد الغني من مراكش. نرجعوا للدار البيضاء عند السي محمد. السي محمد مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. سي المهدي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. سي سعيد لا 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 على المانع خير سي سعيد. لا موجود غير اغراض شخصيه خلاته يغيب اليوم على يعني تقديم البرنامج. تفضل. واخا سي المهدي. سي المهدي بغيت ندوي معك على الماتش ديال الوداد. اول نقطه سي المهدي اللي بغيت نهضر معك عليها هي الحصه ديال الجمهور ديال الوداد من التذاكر اللي باقا ما تعلناش لحد الان. والقانون تيقول بان الا كانت مثلا 50,000 5% كتعطينا واحد 2500 تذكره. نعم. الجمهور المغربي ما كاينش غير الجمهور، كاين خارج مصر وخارج المغرب وكاينه حتى الجاليه اللي كاينه في 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 مصر. نعم. وكاين واحد الروتار كبير في سي المهدي ما عرفش واش الكاف والوداد واش عارفين بان راه الامر كيتعلق بالناس غيسافروا والناس ما عارفينش واش غيدخلوا بالباسبور ولا الناس غادي يدخلوا غيشريوا تذاكر ولا الحصه ديال التذاكر اللي كتعطي مثلا الاهلي كتعطيها للوداد كما المعامله مثل ملي كيجيو هنا كتكون مثلا 1000 تذكيره ولا 2000 ولا كما المره اللي فاتت الجمهور الاهلي دخلوا بالباس ديالهم من المطار ديالك خذوا تذكيره ودخلوا للملعب. هذا الشيء السي المهدي كل تساؤلات كيتسال بها الجمهور الوداد. صحيح هذه تساؤلات مشروعه غير هو اللي معروف الملعب ديال القاهره الدولي كيتسع ربما اكثر من 70,000 متفرج والان تعطات للجمهور ديال الاهلي 50,000 في المشكل نعطيو للجمهور ديال الوداد حتى 3,000 مقعد في المشكل ما فهمتش يعني خص يكون تعامل احترافي وإلا مشى الجمهور فاق العدد ديال 1000 متفرج فخص الجمهور ديال الوداد يدخل لهذا الملعب ديال القاهره على اساس ان يكون التعامل بالمثل. اكيد انه في مركب محمد الخامس غتكون على الاقل واحد المكان مخصص ديال الجمهور ديال الاهلي
يعني كنعتقد ما خش المسؤولين على التنظيم ديال هذا المقابله يوقعوا في هذا الفخ ديال كما كنقولوا نتحاسبوا على الجمهور ديال الفريق الزائر وفريق ديال بلد شقيق اللي هو جمهور فريق الوداد الرياضي. سير مهدي انا راه معاك في هذه النقطه اللي قلتي، غير هو دابا النقطه اللي كاينه واللي معلون اللي تعلن عليها دابا، لان تقريبا كاين 1000 تذكره. نعم هادشي اللي كاين. واش بالله عليك، حنا الا قلنا هما قالوا 50000 يعني خصها تفوت تذاكر 2500، حيت غتفوت 5% في سميتو في الطاقه الاستيعابيه ديال التيران، يعني 5% خصنا على الاقل واحد 3000 ولا 3400 من الجماهير. دابا هما عطلوا في الاول قال لك عندنا 20000 اللي غتدخل التيران، وهذه كلها راك عارف المصريين السي المهدي راك عارف هادشي، كلشي عندهم حروب اعلام كلشي داخل شي داخل في شي، يعني نعم. الوداد راه ديا لهم جوج القاب سي سعيد السي المهدي نعم. غادي يحاولوا بجميع الطرق، لان غتكون اصعب حاجه السي المهدي هي ان فريق غادي يدي لك ثلاثه الالقاب. نعم يعني غتكون يعني غتشوف مازال غنشوفوا المفاجات نهار الماتش وقبل الماتش السي المهدي مازال ما حدنا تم، غير حنا الحمد لله في بلادنا راه حنا مشينا للسان داون مشينا لجنوب افريقيا، يعني هذوك الناس مثلا سياسيا ما عندهمش معانا، ولكن في الكوره كنمشيو عندهم تما كاين السي المهدي، راه هذوك الناس راه الوداد احتفلوا خارج الفندق في الكار في في في, في الزنقه، ولا واحد دوى معاهم ولا قال لهم شي حاجه، يعني هذوك الناس وصلوا لواحد الدرجه راه ماشي جاوا الناس وعطاهم كاس العالم اللي فات ديال 2010 السي المهدي، الناس وصلوا لواحد الدرجه في الاحتراف ما كايناش في شي بلاد خصوصا بلداننا العربيه. نعم. السي المهدي. نعم. هذه النقطه اللي بغيت نقول لك الاولى، النقطه الثانيه السي المهدي هي على الفريق الوداد الرياضي. احنا بغينا الوداد ان شاء الله، حيت باش كتوصل للفينال السي المهدي واحد التاريخ كتبغي تصنعو، راه صعيب باش توصل للفينال وتجيك واحد الفرصه تجي توصل جوج مرات متابعين للنهائي. نعم. ومع فريق مع نفس الفريق، يعني ماشي شي فريق اللي سهل السي المهدي لثالث يعني مره. نعم لثالث مره في 2017 2022 وهذا العام. وكاينه واحد القضيه ان الوداد اللي مدرك غتكون الاولى افريقيا ديما الاهلي، هما عندهم 78 نقطه على ما كنظن في افريقيا، والوداد عندها 74 نقطة. وهذه فرصة يعني هذه فرصة، يعني الفوز من جديد على فريق الأهلي غيخلي الفريق الوداد يرتقي على مستوى التنقيط ديال الاتحاد الإفريقي. ونوليو حنا في الرتبة الأولى إفريقيا أنا السي المهدي، هذه بخلاصة اسمح لي طولت عليك، على اللاعبين ديال الوداد السي المهدي بغيتهم يركزوا في الماتش. ما يعطيو التصريحات. ما يدويو حتى مع شي واحد، حتى الاستفزازات اللي كاينة تما في القاهرة ولا شي حاجة. يديروا شي حاجه اللي ما كاينه بحال ما كاينينش هنا، راه اليوم واقيلا غتكون عندهم شي سميتو تدريب مغلقه، وترك عارف المصريين والصحافه ديال مصر غير كلمه قالها المدرب ديال الوداد حاليا معك شي قناه كانال بليس بان الاهلي هو اللي ملزم باش يربح، لان يعني هذيك الكلمه اللي قال هو راه داروا فيها واحد السيمانه ولا ما عرف شحال وما كيحلوا فيها، كيوصلوا للعابد الاهلي بان راه هذا السيد راه جا بغى يربحكم هنا، وراه كوره هذه، راه اي واحد كيوصل للنهائي السي المهدي عنده طموح باش يدي الكاس، واش هما واش غتقول لهم هما لا راه حنا بغينا نخسروا؟ نعم. واش حنا جايين نخسروا؟ نعم. الناس السي المهدي راه زعما الاعلان ديالهم بصراحه زعما اش نقول لك، حنا عاونونا في كاس العالم وكانوا معانا وكل شيء، ولكن الاعلام ديالهم تحول لواحد 100% درجه. نعم. حنا الاعلام ديالنا حنا كنشوفوا كل شيء، عارف الوداد غتلعب فينال، عندنا اعلام عندنا تلفازه، ولكن حنا ماشي بديك لا شوف وحنا كنفكروا في مباراه ديال كره القدم، هما كيفكروا على انها ماشي مقابله ديال كره القدم، كانها يعني شيء كما كنقولوا غيكون حاسم في المستقبل ديال شي حاجه اهم من كره القدم، اهم من اللقب ديال كاس افريقيا، وهذا الشيء معروفين به المصريين. السي محمد السي محمد الا سمحتي لنا، وكاينين بزاف ديال المستمعين كيتسناو الدور ديالهم. شكرا لك، يعني كان حديث شيق معك بخصوص هذه المقابله امام فريق الاهلي المصري. ناخذ الان مصطفى من المحمديه. مصطفى مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السي المهدي تحيات جميع احتراماتي اخي. تحيات متبادله. الله يحفظك خويا المهدي، عندي واحد المداخله بسيطه على فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله في النهائي. يعني واحد النقطه مهمه، يعني انا كنتمنى من المدرب يحترم فريق الاهلي بزاف. تيشوف نصف الساعه الاولى من الشوط الاول ونصف الساعه الثانيه من الشوط الثاني. نعم نعم. يحاول ما امكن يحترمهم احترام كبير.
وما يغامر مع الحفاظ على التركيز في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول والربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني. بطبيعة الحال الحفاظ على التركيز والمباغتة الخصم فتنا عسق وبارشو. أما يمشي يلعب معهم كرة في مصر كنظن أنه ما غاديش يدير شي حاجة، والله أعلم. يعني هذه خلاصة ديالي أن فريق الأهلي فريق كبير، فريق محترم كيلعب كرة ممتازة، وعندهم واحد اللاعب شحاتة لاعب كبير بكل ما تحمل الكلمة من معنى، خصو واحد يبقى حداه ما يفرقوش، لأنه راه كاين عسق فريق الخصم وكينوضوا على ذاك اللاعب. هذاك اللاعب راه خطير وعنده واحد الرجل خطيرة جدا، خصو احترام باش إن شاء الله يجيبوا لنا التعادل من مصر. أنا بالنسبة لي التعادل من مصر راك بحالة نتيجة إيجابية. نتيجة إيجابية، سواء 1-1 سواء 0-0، المهم التعادل يجينا من مصر، أنا راه غنحمد الله ونشكره. نعم. وبالنسبة لنقطة أخرى، راه الفريق الأهلي عنده واحد الضغط كبير من طرف الإعلام ديالو، لأن جميع المنابر الإعلامية يعني كتقول لك على أنه احنا هذا الماتش ربحناه. هذا راه واحد الضغط في حد ذاته، ضغط كبير. وحتى الجمهور قد ما تزاد في التيران راه قد ما غادي يشكل ضغط على ذوك اللعابة ديال الأهلي. ودي المدخلة ديالي بعجالة، والسلام عليكم. شكرا جزيلا لك مصطفى من مدينة المحمدية، دائما سنواصل مع مستمعينا الكرام في هذا البث المباشر لبرنامج نقاش في الرياضة على غاديو بلوس. نذكر بأرقامنا الهاتفية من أجل التواصل معنا: 0526-66-66 0526-66-67 و 0526-66-68. طبعا المقابلة غتكون صعيبة على الطرفين الأحد المقبل بين الأهلي المصري وفريق الوداد الرياضي، من خلال يعني التدخلات ديال سي سعيد زادوق وكذلك المستمعين الكرام. يعني سمعنا مجموعة من الآراء اللي تحدثت على ضرورة التركيز والتركيز خصوصا خلال بداية المقابلة، مع الحفاظ طبعا على الهدوء وتفادي ارتكاب الأخطاء للعودة بنتيجة إيجابية من هذا المقابلة ديال الذهاب المهمة والمهمة جدا. المصريين طبعا عارفين بأنهم يعني انهزموا مع فريق الوداد جوج ديال المرات في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، الأكيد أنهم ما غيبغيوش يضيعوا يعني مباراة الذهاب، كيشحنوا اللاعبين ديالهم يعني منذ أن تعرفوا على الخصم في المقابلة النهائية اللي هو فريق الوداد الرياضي. ربما هذا المعطى خص فريق الوداد يستغلو، يلعب كما كنقولوا بدم بارد، يلعب بكل هدوء ويخلي الفريق المصري طبعا دائما هو اللي كيعيش على الضغط وهو كيبحث على نتيجة إيجابية في هذه المقابلة. ناخذ الآن هشام من إيطاليا. هشام مساء الخير. مساء الخير خويا، السلام عليكم. مرحبا. بغيت نهضر لك اخويا على واحد النقاط بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي. كنتمنى ان فريق الوداد البيضاوي يعود بواحد النتيجه ايجابيه، وكنتمنى انه يسجل في مصر. نعم. لان التسجيل لما سجلناش في مصر غيطرنا بحال الماتش اللي لعبوا معنا سان داوز في كازا، غادي نديروا 0-0، غادي نمشيو عندهم غيبقاو خايفين منا. العكس دابا حنا الا مشينا ودرنا 0-0 ولا خسرنا بواحد، مصر غادي يجيو يلعبوا مرتاحين، لان يسجلوا عليك غير هدف واحد صعيب باش ترجع في المقابله. نعم. وكنتمنى احسن نتيجه لفريق الوداد البيضاوي انه يسجل، سواء خاين هذا الوداد البيضاوي بجوج واحد. نعم. في اسوأ الحالات خص فريق الوداد يسجل. نعم. يسجل، لان اسوأ نتيجه كان في كره القدم هي ما تسجلش خارج الميدان، مع الاعتماد المسابقه الافريقيه باقي معتمدين على الهدف خارج الميدان اللي في المسابقات الاوروبيه حيدو دابا كيخلق واحد المشكل. ما بغيناش نعيشوا نفس الضغط اللي عاشوه سان داوز. انا كان عندي واحد 90% الا ما سجلش الوداد البيضاوي في القاهره غادي نعيشوا نفس الضغط اللي عاشوه سان داوز، وغادي ما غنلعبوش ما نقولوش من اللاعبين مرتاحين. لان سان داوز راه كلاعب كون مشات ماركات البيت في كازا غتلعب مرتاحه، ماشي هذاك المستوى، لان كانوا خايفين اي دقيقه يقدر يتمارك عليا البيت. اي يعني هذا هو الحاجه اللي متخوف منها انا. وحاجه اخرى كنباركوا ياسين بونو ونصير على الانجاز التاريخي،
اللي صراحة شرف الكرة المغربية وشاف جميع القنوات التلفزيون الإيطالية الباح كيهضروا عليهم وكيقول لك هادو مغاربة. وسيرتو معنا في إيطاليا سمعت القناة التلفزية الوطنية المعلقة الإيطالي قبل ما يبداو التيراو للبيلانتياس، الكلمة الأولى اللي قال لك هذا الحارس حارس كبير هو اللي أهل المنتخب المغربي لنصف نهائي المونديال. نعم يعني كان متوقع أن كان، وهذا شرف كبير. إحنا جالية في إيطاليا كنت مع معلقين كيف تأخر بأبناء الجالية المغربية وأبناء، وكنت منه حظ موفق لفريق الوداد البيضاء. نعم نتمنى التوفيق طبعا للوداد، ومرة أخرى هنيئا لياسين بولو ويوسف نصيري بالتألق ديالهم بالأمس والفوز ديالهم المرة الثانية التوالي مع فريق إشبيليا الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، اللقب اللي منحهم للمشاركة الموسم القادم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، علما أن الفريق يعني لم يتمكن من تأهل دوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإسباني. نواصلوا مع المستمعين الكرام ونأخذوا الآن نور الدين من مدينة فاس. نور الدين مرحبا. مرحبا نور الدين. تحياتي أخويا. تحيات متبادلة أخويا. أنا نبغي يدخل أبو الفتح في الدفاع. طيب أعطيني 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 التشكيلة ديالك المحتمل. التشكيلة ديالي أنا نبغي ندخل فرحان أبو الفتح العملوت زولا في الاحتياط. الداو دخل في الاحتياط. لا قلتي فرحان أبو الفتح يعني زولا في الاحتياط. لا اللعب زولا لعب، ولكن لعبتي فرحان أبو الفتح. بجوج بغينا ندخلوا معاه. وزولا غتلعب بثلاثة؟ ألعب أربعة أربعة جوج. نعم. عدل وعطية الله. الهجوم نمشي ب نمشي سيدي بالسنغالي ونمشي ب صامبو. المهم المدرب ديك الساعة نعم. المدرب هو عندي عنده الاختيار. على أي أنت كتفضل أبو الفتح؟ كتفضل أبو الفتح؟ يلعب المقابله في خط الدفاع ديال فريق الوداد الرياضي. ابو الفتح كذلك واحد من اللاعبين اللي عندهم امكانيات كبيره، نفس الشيء بالنسبه لفرحان وزولا. وكيبقى طبعا الاختيار الاخير للمدرب ديال فريق الوداد فاندر بروك. يعني راه ما كاينش مشكل تعمل الى 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 لعب فرحان وابو الفتح وزولا. نعم والعملود وعطيه الله. نعم وجبران في الوسط نزيدوا عليهم الحسوني في الوسط ما مزياناش. سانبو في الوسط. لا مهاجم اوسط. يعني مهاجم ولعبوا في الاجنحه. شنو تبغي انت في الاجنحه؟ وناجم المترجي او بوهره. لعب انا المترجي بروميير ميطا ونخلي بوهره في دوزيام ميطا يفتح. نعم ومشي ومشي بالمترجي. نعم ولعب 4 4 2. نعم وهذا رأي ديالك يعني رأي ديالك. وندير البلوك ندير البلوك في القدام. نعم وانا راني نمشي مع سعيد صادق سي سعيد نمشي معاه بجوج لواحد ان شاء الله للوداد. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك نور الدين من مدينه فاس. من فاس نمشي لمراكش عند مولاي حفيظ. مولاي حفيظ مرحبا. اهلا سي مهدي. اهلا وسهلا. كي داير شويه؟ الله يبارك فيك. اش هاد الخبره؟ موجود موجود مرحبا. كيداير واحد سي سعيد؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك الحمد لله. سي علي بالعياشي كلشي بخير وان كلشي بخير. انا غادي نقول لك واحد الكلمه. 6-8 سي مهدي. ايه الاهلي راه ما بقات ديك الاهلي اللي كانت. انا نيت دابا راه تنسمع هاد الاسبوع اللي الجوال ديالهم مضروبين كاع الحراس وتما ما بقى ديك الاهلي. الوداد الوداد واخا بعض الاخطاء تدير ما سميتو الوداد في هاد المسائل الخاريه تتحمر الوجه تيوليو تيلعبوا كره من داك الشرفع. تسمعني هادشي؟ ان شاء الله راه غادي تكون غادي يكون غادي يربحوهم تماك بواحد وزيرو ولا واحد وزيرو. انا قلت انا الوداد تربح. نعم الاهلي. نعم هذا جانب لينا والاهلي راه الوداد متفوق على الاهلي بزاف. لاكاد هذيك ما من دو سون دون
كنت تقعد مع الاهلي كون غلبتها. نعم هذيك راه فرقه هذيك. نعم ماشي بحال حتى انتصرت عليها في دور المجموعات. اييه انتصرت عليها. نعم. وكانت الاهلي هي راه دازت غير بالكجيبه. والاهلي كان قريب من الاقصاء الاولى. يعني كما كنقولوا الهلال السوداني جميل. الهلال السوداني فرط في المقابله ما قبل الاخيره في الميدان ديالو مع سان داونز. سان داونز كان مؤهل ولكن اكتفى بالتعادل مع سان داونز. هي المباراه اللي سميتو زعما ماشي داك الفريق اللي كان ديك الاهلي اللي كنا تنسمعوا واللي تنشوفوا ديك الساعه. انا تتبان لي الاهلي راه فريق غير عادي وصافي. غير الوداد دير الثقه في راسها وتلعب الكره غادي يجيبوا الربح من تما ان شاء الله. ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو. نعم هذا هذه نقطه ياك ما كاين المستمعين. لا تفضل تفضل. ايه هذه نقطه. النقطه الثانيه الله يخليك بغيت نهضر واحد الهضره على الكوكب واخا. مرحبا وبالمناسبه كنهنيو الكوكب على العوده للقسم الثاني. اي الله يرحم الوالدين. نعم. الناس 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 اللي ما تي اللي ما تيبغيوش الكوكب اللي ما تيبغيوش يمشيو بحالهم. ماشي جاي على الكوكب باش يخبط الفلوس او لا باش يقعد فوق الكرسي ولا يجي لهم العراقيل ولا هذا يمشي بحالو. الله يرحم اللي به الوالدين. والكوكب هذوك الناس هذيك اللجنه هما يديروا المكتب ديالهم. انا تنقولها لهم يديروا المكتب ديالهم هما. احنا دايرين بهم الثقه راه معاهم الجمهور معاهم الوالي معاهم العمده معاهم الناس الكواكب الحقيقيين. نعم الكواكب الحقيقيين راه العمده ودوك المستشارين ديالهم. انا راه تنعرفهم عن قرب السي مهدي. راه كواكبه ابن عن جد. نعم راه ماشي شي حاجه. والله يرحم الوالدين هذوك الناس يمشيو يا سميتو. نعم وشكرا. شكرا لك مولاي حفيظ من مدينه مراكش اللي دائما عنده غيره على الفريق ديال المدينه ديالو فريق الكوكب المراكشي واحد من الفرق طبعا الكبيره في المغرب واللي عطات كما كنقولوا لاعبين كوتور للفريق الوطني المغربي كما توج الفريق المراكشي بالبطوله في مناسبتين كؤوس للعرش وكاس الاتحاد الافريقي. ناخذ الان عبد العالي من المانيا. عبد العالي مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله عليك. تحياتي للجميع. تحيات متبادله. نعم اهلا وسهلا. اخي بغيت غير نعلق انا على انتصار ديال سيفيا البارح ديال اشبيليا. وهنا بغيت ناخذها بواحد المنظور اخر بحيث انه انا كنعنونها بونو صانع الاحزان والافراح ديال الاسبان. علاش؟ صحيح صحيح مع المنتخب المغربي. نعم وهذه المقاربه هذه سبحان الله يعني عجيبه والله وفق هذا الانسان الخلوق واللي عنده يعني واحد الشهامه واحد التواضع. الله خلق الله سبحانه وتعالى انه يدير هاد جوج الحوايج اللي هما مختلفتين ولكن في نفس الوقت تيعطيه قيمه اكبر لانه صنع الافراح بعد الاحزان. نعم يعني هو كان السبب ديال الاحزان ديال اسبانيا بحيث انه هو اللي تلقى ضربات الجزاء ديال الاسبان ومع ذلك انا اللي كنلاحظ بانه الاسبان مع ذلك بقاو يعني في النظر ديالهم بونو واحد الحارس اللي هو ممتاز وكذا وهذا والان جا وصنع لهم الافراح باش ينسيهم ذاك الحزن كامل ويعني ما شاء الله يعني على سي بونو وكذلك على حتى النصيري تا هما بجوجهم بارك الله عليهم شرفوا المغاربه ويعني اكبر يعني اكبر سفراء ديال المغرب في اسبانيا. هذه هي الملاحظه ديالي البسيطه لان انا مباشره من بونو انتصرت سيفيا جاتني مباشره هذه الملاحظه بانه هو كان السبب باش تقصاهم والان ربحوا الكاس ديال اوروبا ليغ ديال هذا يعني شي حاجه اللي هي ممتازه وكنتمنى لكم امسيه سعيده الاخ
شكرا جزيلا على المشاركة ديالك. شكرا جزيلا عبد العالي من ألمانيا. نرجع للمغرب لمدينة أكادير. رشيد مساء الخير. اللحظات ونواصل مع المستمعين الكرام دائما على راديو بلوس في برنامج نقاش في الرياضة. للتواصل معنا 0526 66 66 0526 66 67 و 0526 66 68. فريق الوداد الرياضي سيخوض المقابلة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد سنة 1992 لما كانت المسابقة تسمى آنذاك كأس إفريقي للأندية البطلة. مباراة الذهاب بمدينة الدار البيضاء فوز الوداد بهدفين لصفر، هدفي لاعب رشيد الدودي ويوسف فرتوت، والعودة بتعادل ثمين واللقب من أم درمان بالسودان بلقب كأس إفريقيا لأول مرة في تاريخ فريق الوداد الرياضي. قبل اللقب الثاني فريق الوداد خاض مقابلة نهائية سنة 2011 وواجه فريق الترجي التونسي. طبعا مباراة الذهاب هنا بالمغرب كانت انتهت بصفر لمثلي، ومباراة الإياب انتصر الفريق المصري بهدف للصفر وفاز باللقب. المقابلة لتذكير كان حرس مرمى فريق الوداد الحارس الشاب أنذاك ياسين بونو لعوض نادر المياغري اللي كان مصاب في تلك المقابلة. بعد ست سنوات الوداد يأخذ ثالث مقابلة نهائية وكانت أمام الأهلي المصري سنة 2017 مباراة الذهاب 1-1 بمصر، هدف لاعب أشرف بن شرقي التامين، ومباراة الإياب فوز بهدف لصفر هدف اللاعب وليد الكرتشي وإهداء اللقب الثاني لفريق الوداد الرياضي. قبل تتمة كرونولوجيا يعني المباريات النهائية لفريق الوداد في عصبة الأبطال الإفريقية، معنا الآن عبد العزيز من مدينة الدار البيضاء. عبد العزيز مساء الخير. عبد العزيز مرحبا. عبد العزيز كي داير؟ بخير هاني، الله يبارك فيك. الله يحفظك. كنت عندي معك على المقابله ديال الوداد والاهلي في القاهره. مرحبا. كنظن بان لي فاريون اطيرو ديال الاهلي ما غايقدروش يطلعوا، لان باقي ذاك محمد هاني باقي متاثر بذاك الهدف اللي جا فاجئوا به المترجي وما غايقدرش يطلع، وبان الاهلي غايديروا عندنا الضغط من وسط الميدان ويديروا عندنا الضغط من في الناحيه اللي غيكون فيها علي معلول والشحات، لان من تما كتفينا كي كنقولوا كتفينا الهجمه ما بين الشحات وما بين علي معلول اللي لاحظت معايا كيفاش تسجل الاصابه الاولى ضد الرجاء البيضاوي تما، وكيفاش تسجل حتى الاصابه الثانيه من ناحيه ديال الشحات وديال علي معلول، لان الى كان لا ديفونس درناه بحال كيلعبنا مع ساوندونج ما خدمناش لهم المفاتيح، لانه كان عندهم خمسه ديال اللعابه ديال المفاتيح فتت منهم من وسط الميدان، وباش كنا حنا ممتازين كنا قرا مع بعضياتنا، كان زولا قريب لابو الفتح وعطيه الله كانوا قراب، وكان المترجي وكان كي كنقول اونجم كان كيعاون يحيى عطيه الله. علاش كان عندنا الضغط من الجهه اليسرى من جهه العملود؟ لان اونجم ما كانش كيجي يغطي مع العملود، ما بغيناش نوقعوا في نفس القضيه. علاش؟ الا بغينا نسجلوا لان هما غيحاولوا يديروا على الضغط ديك الربع ساعه الاولى من وسط الميدان، ولكن كون على يقين لان زاريا انتر ما غايقدروش يفوتوا السونتر، لان من تما كان كيجينا حنا الخطر لا من المترجي ولا من بوهره ولا من جهه العملود حتى هو، راك شتي السونتراج ديالو شحال سجل بهم سامبو اللي لعبنا بنفس هذا الاسلوب، غير ما نرتبكوش وما يكونش عندنا اخطاء كثيره باش ما يتسجلش عندنا، لان الا جيناها على الاقل على 1-1 اثر الاضرار اكون على يقين غادي تنهار الاهلي هنا في الدار البيضاء داك الجمهور وداك الشيء. وهادشي اللي نقول لك اخويا، اهم شيء كما قلت يا عبد العزيز هو تسجيل الهدف ان شاء الله، نتمنى ان الوداد يكون موفق بتسجيل الهدف لانه هما خايفين، يساعد كثيرا الفريق في الاياب. نعم، لانه هما خايفين كيفاش ساندونس الفريق اللي ما نهزمش وتكسى وتسجل عليه جوج ديال الاهداف، لانه ما سجلش في الدار البيضاء ولكن في بريتوريا تسجلوا عليه جوج ديال الاهداف، لان هنا الوداد عنده المفاتيح اللي كان كيسجل لا مدافع ولا وسط الميدان ولا مهاجم، هادو بلاش يخافوا من نفس السيناريو اللي طرا ساندونس مع الوداد، وكان الشيء اللي بغينا حنا كنتمنوا التوفيق للجميع وشكرا خويا مهدي.
شكرا لك عبد العزيز من مدينة الدار البيضاء. دائما سنواصل مع المستمعين الكرام من أجل التفاعل والتواصل بخصوص طبعا خصوصا مباراة الأهلي المصري وفريق الوداد الرياضي. قبل ما ناخذ يعني متصل آخر نواصل يعني الكرونولوجيا ديال مباريات الوداد في النهائيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وصلنا 2019 واللقب المسروق الفريق الوداد من الملعب ديال الأراضيس رغم تسجيل هدف مشروع ديال اللاعب وليد الكرتي ورفض الهدف وعدم اللجوء لتقنية الفار. وكما تابع الجميع كان يعني حرمان فريق الوداد من لقب مستحق أمام فريق الترجي التونسي. 3 سنوات بعد ذلك فريق الوداد في مقابلة فاصلة واجه الأهلي المصري السنة الماضية بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في خامس نهائي للفريق الأحمر. طبعا المقابلة التي عرفت تفوق فريق الوداد على جميع الأصعدة وانتصر بهدفين لصفر هدفي اللاعب زهير المترجي لقب ثالث في خامس نهائي. والوداد سيخوض الأحد السادس نهائي ذهاب قبل مواجهة الإياب بالدار البيضاء يوم 11 يونيو الجاري على أمل طبعا ظفر باللقب الرابع. واللقب الثاني على التوالي سيكون شيء غير مسبوق بالنسبة للأندية الوطنية، يعني الفوز بأربعة ديال الألقاب وكذلك الفوز باللقب لثاني مرة على التوالي. نتمنى أن فريق الوداد ما يضيعش هذه الفرصة لأنها لن تتكرر، يعني إذا ضيعنا فرصة ديال الفوز باللقب هذا الموسم خصنا ننتظروا سنتين آخرتين باش نفوزوا باللقب بشكل متتالي. لذلك فهذه فرصة لا تعوض، خصوصا أن فريق الوداد يعني رغم أنه المستوى ديالو هذا الموسم بعيد بعد الشيء على المستوى ديال الفريق الموسم الماضي، ولكن بالنظر أيضا الفريق الأهلي المصري فالحظوظ متساوية وممكن فريق الوداد يستغل الامتياز ديال مباراة الإياب في مدينة الدار البيضاء. ناخذ الآن رضوان من الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا رضوان. سمعتي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك سي رضوان. تفضلنا سمعتي بأننا خصنا ناخذ المقابلة يعني بدون حساسية. المدرب خصو يدخل بنفس الشيء دخل بها مع سان داونز مع تغيير واحد فرحان. فرحان يقدر يدخل لأنه اون فورم وشي ماركي. في الوسط حيموت الجعدي وشبرار من سان داونز عشان الدوري يصلح لهذ المقابلة لأنه كيتنرفزوا اللاعبين، كان كثرة اللاعبين المصريين كيستفزوا اللاعبين المغاربة في هذ المقابلة، ما بغيناش شي ورقة حمراء. وكنت اللي سجلنا أن المقابلة بنسبة كبيرة غادي نفوزوا بالكأس، يعني خصنا الهدف ديالنا هو نلقوا شي هدف باش تسارع لنا مقابلة الأيام. وما تنظنش القضية صعيبة علينا لأن الوداد البيضاوي هو اللي كيلعب النهائيات وهما عندنا يعني دينا لهم لقب جوج مرات مؤخرا ضغط عليهم أكثر ما علينا حنايا ويكون غير خير إن شاء الله. نعم نتمناو الخير طبعا رضوان من الولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله فريق الوداد يكون موفق. في انتظار اتصال آخر نقرأ بعد التعليقات ديال المتتبعين الأوفياء في مواقع التواصل الاجتماعي. أحمد علام: ستكون الوداد الكبيرة مفاجأة السنة، ديمة حمراء إن شاء الله مربوحة في القاهرة. أيوب الودادي: ديمة وداد الأمة، لقب ودادي إن شاء الله. مصطفى بن شقرون: بالتوفيق إن شاء الله لفريق وداد الأمة. سامي هاني: رجاوي وأتمنى الفوز للوداد ضد الأهلي لأنه يمثل الراية المغربية. آدم: باغين الفوز أش من تعادل، حنا طماعين. أخويا هذا حق مشروع، يعني دائما في كرة القدم أي فريق كيشارك في مقابلة كيطمح للفوز. في النهاية كنتمناو بطبيعة الحال نتيجة إيجابية لفريق الوداد الرياضي. نذكر من جديد بأرقامنا الهاتفية من أجل التواصل معنا: 0526 66 66 0526 66 67
و 0526-66-68. أعيد 0526-66-66 و 0526-66-68. وطبعا كما هو معلوم فريق الوداد وصل بالأمس للديار المصرية بوفد ضم 70 شخص طبعا من ضمنهم الطاقم التقني واللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي. وفريق الوداد طبعا سيوصل سيداتي هناك بالقاهرة قبل خوض المقابلة الأحد المقبل بداية من الساعة 7 مساء، ولمؤكد حتى الآن فالسلطات المصرية رخصت بحضور 50,000 مشجع في ملعب القاهرة الدولي بهذا المناسبة ديال نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. طبعا كنعتقد للمباريات الماضية ديال فريق الوداد مع الأهلي خاد شي مقابلة في ملعب القاهرة أو خاد في ملاعب أخرى كملعب دار أو ملعب السلام بالقاهرة. يعني اليوم غتكون أو الأحد غتكون المقابلة في ملعب القاهرة الدولي اللي معروف هو كما كنقولوا هو المعقل ديال الفريقين ديال مدينة القاهرة الأهلي والزمالك المصري. ولكن طبعا هذا الشيء لن يرعب ولن يرهب فريق الوداد باللاعبين ديالو اللي أصبحوا الآن كيتوفروا على خبرة كبيرة في المباريات الإفريقية ديال دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. الوداد تأهل من نصف النهائي على حساب فريق سان داونز الجنوب إفريقي، عاد بالتأهل من قلب بريتوريا أمام واحد من أحسن الفرق اللي كتلعب كما كنقولوا الكرة بشكل جيد. جوج الجوج هدفين لمثلهما منحت فريق الوداد التأهل للمقابلة النهائية أمام جمهور عريض أيضا هناك بجنوب إفريقيا. والآن مباراة الذهاب بمصر. ناخذ الآن متصل آخر، أمين من مدينة الدار البيضاء. أمين مرحبا. مرحبا أمين. أمين السلام عليكم. وعليكم السلام. دير بخير بس عليك. الله يبارك فيك. بالنسبة للمقابلة هذه الوداد نتمنى الفريق يدخل بواحد العزيمة والقوة ويحاول يمشي مع المقابلة تكتيكيا، لأن الفريق المصري غيبغي يحسم اللقاء في الذهاب لأن عارف اش كينتظروا في لقاء الإياب. ونتمنى اللعابة يلعبوا بواحد الهدوء لأن راه خصك تعرف كيف تجاري اللقاء من بداية الشوط الأول، على الأقل تخرج بواحد التعادل في الشوط الأول باش المصريين شوية يرتاكبوا، يعني غيولي يقلبوا على الهدف في الشوط الثاني تقد تجي شي حملة مضادة تسجل شي هدف اللي غينفعك في لقاء الإياب. ونتمنى من الله بالنسبة للاعبين يكونوا في واحد الهدوء تام، لأن بعض المرات راه اللاعب داودي راه كيخلعنا بعض المرات التدخلات ديالو، لأن دابا عرفتوا اللقاء كي غيكون وهو غير مسموح لأي لاعب بما في ذلك جلال داو الداودي بفعل ديال فريق الوداد على أنه يخرج من المقابلة بتصرف غير لائق أثناء المقابلة وإنذار مجاني أو بطاقة حمراء مجانية. الآن المفروض الكل يركز بشكل جيد في هذه المقابلة أمام الأهلي المصري، لأنه الخطأ قد يؤدى ثمنه غاليا. كان غيحرمنا من العصبة الأبطال العام اللي فايت مع بلوزداد، تقدنا نقدو نخرجو بثلاثة لزيرو لأن لعاب ناقص لك من بداية اللقاء راه تقلب عليك الماتش. يعني يحاول يركز مزيان، راه نفس الأخطاء كيكررها راه ما مسموحش بها مرة أخرى. نعم. ونتمنوا لاعب جبران حتى هو يحاول ياخذ احتياط ديالو لأن راه مهدد بالغياب في لقاء الإياب لا تحصل على ورقة. وأبو الفتح مازال أبو الفتح ماشي مشكل، قد يكون فرحان وسط الميدان ديال الوداد ما فيش لاعبين كتار في الارتكاز،
يعني ما عندكش بدائل اللي غتبقى تعوضهم. ونتمنى والله يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا خير لفريق الوداد. شكرا لك امين من الدار البيضاء على المشاركه ديالك معنا في هذه الحلقه من برنامج نقاش في الرياضه. ادم يقول التشكيله اللي خاصها تكون ان شاء الله ديال الوداد هي مطيع العملود، فرحان زولا، وعطيه الله، جبران الدودي، الجعدي 20 دقة الأخيرة، حيمود، بوسوفيان، يبدأ بدو بوسوفيان وأونجم يعني يلعب 25 دقيقة الأخيرة، السامبو يبدأ بزهير المترجي ويلعب بوهرة 20 دقيقة الأخيرة. يعني رأي محترم، يعني تشكيلة أيضا هذه اللي قال أدم ممكن تكون تشكيلة محتملة لفريق الوداد أمام فريق الأهلي المصري كما قلت. يعني الشك في وسط الدفاع، واش فرحان اللي غيبدأ المقابلة أو لاعب أبو الفتح، وفي وسط الميدان ما بين الدودي ولاعب الجدي، وفي الهجوم يعني في الجهة اليمنى ما بين أونجم وبو سفيان، وفي الجهة اليسرى ما بين المترجي وسيف الدين بوهرة. فقط نتمنى أنه اللي دخل كما كنقولوا يقضي الغرض ويؤدي مقابلة كبيرة بالنسبة لفريق الوداد الرياضي. سليم فريد على الوداد، فريقنا الكبير يمثل الوداد المغرب ككل في الميدان أمام الأهلي، القتال ثم القتال ثم القتال الكروي طبعا ماشي بسلاح، نحن نلعب الكرة وسنقاتل حتى النهاية، وأن أمام الأهلي إما الاستسلام او الهزيمه المحاله. يعني الميساج واضح ديال سليم، يعني الفريق مطالب يعني بتقديم مقابله كبيره على جميع المستويات بما في ذلك يعني الجانب ديال النديه والقوه، وكما كنقولوا لاغرين تكون حاضره في الصفوف ديال فريق الوداد الرياضي من اجل العوده بنتيجه ايجابيه من ملعب القاهره الدولي أمام فريق الأهلي المصري. نور الدين الرجاوي، السلام سي سعيد والسميدي، أمس المعلقين الإسبانيين والإنجليزيين قالوا بونو صد الكرة وصد الكرة واحد من هادوك تاع الجارة الشرقية، قال لك الكرة تصطدم ببونو. يعني الميساج واضح، يعني نور الدين كيتحدث على المعلق ديال القناة العربية، يعني واضح الواقعية ديال المعلقين المحترفين الأوروبيين، ومني كتدخل الأمور خارجة عن نطاق الرياضة فللأسف أحد المعلقين يدخل في عدم الموضوعية في أثناء التعليق ديالو على المقابلة ديال سي في مع فريق أيس روم وحضور الحارس الدولي المغربي ياسين بونو والمهاجم المغربي يوسف النصيري. رباح حمداوي يقول كما يجب استغلال دفاع الفريق الخصم عن طريق الهجمات المرتدة. بالفعل يعني هذا العامل مهم جدا، يعني الحملات المرتدة يجب أن تستغل بشكل جيد، عدم تضييع المحاولات المرتدة اللي ما غاديش تكون ربما بشكل كتير خلال أطوار المقابلة. لذلك فالفريق واللاعبين مطالبين بالتركيز لكي تكون يعني التمريرات جيدة، العملية تنفذ بشكل جيد. يعني المطلوب من العناصر الودادية التركيز والتركيز ثم التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء حتى على مستوى التمرير لتشكيل خطورة كبيرة على فريق الأهلي المصري من خلال الحملات المضادة. وأكيد أنه الحملات المضادة إن كانت خطيرة وخطيرة جدا فالأكيد فقد يعني تدخل الشك في صفوف الفريق المصري لأنه مطالب أمام الجمهور ديالو بعدم تضيع هذه الفرصة ديال الذهاب أولا قبل خوض مباراة الإياب بمدينة الدار البيضاء. إسحاق الحياة، فرحة تكمل إن شاء الله نهار تدي الوداد العصبة إن شاء الله
لما لا الفوز باللقب ديال العصبة المرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ فريق الوداد. عبد الصمد معلي يتحدث عن بونو نصيري يستاهلوا بونو نصيري كيتقاتلوا. مبارك الفيلالي يعني كيتحدث على المرحوم رمزي برادة مرة أخرى رحم الله الفقيد رمزي برادة وإن لله وإن إليه راجعون. نختموا هذا التعليقات ديال المستمعين الكرام. عديل أبو أدم بونو بونو نصيري فرحنا الله يفرحهم. و طبعا كان هذا آخر تعليق اللي قريناه ديال المتتبعين الأوفياء على مستوى منصة غاديو بلوس في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني طبعا غناخدو آخر أو زميلي أنور يشير لي بأنه لحظات ونختم حصة اليوم من برنامج نقاش في الرياضة. طبعا غير في الختام لابد من نأكدو على المساندة ديالنا الكاملة ولا مشروطة فريق الوداد في هذه المقابلة ديال الذهاب اللي غتقام الأحد على الساعة 7 مساء بملعب القاهرة الدولي. كل مغاربة وراء فريق الوداد لأنه يمثل كرة القدم الوطنية، كرة القدم الوطنية اللي طبعا ولفت تألق في السنوات القليلة الماضية. وصلنا للقمة من خلال نصف نهاية كأس العالم. المنتخبات الأخرى أيضا تألقت. المنتخب المغربي للاعبين المحليين فاز باللقب ديال الشرف في جوج ديال المناسبات. المنتخب ديال الفتيان لعب المقابلة النهائية لكأس إفريقيا قبل أسابيع، يعني أسابيع قليلة وتنطلق بطولة إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة واللي غيشارك فيها المنتخب الأولمبي المغربي بالمغرب واللي غتقام في طنجة وكذلك مدينة الرباط. والهدف طبعا هو التأهل لمسابقات كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024. نتمنى التألق ومواصلة طبعا نجاحات بالنسبة لكرة القدم الوطنية هذا الأحد والأحد المقبل 11 يونيو من خلال فريق الوداد الرياضي. كنعتقد سننهي الآن حصة اليوم من برنامج نقاش في الرياضة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام على غاديو بلوس ومتابعينا الأوفياء في كل منصات غاديو بلوس بمواقع التواصل الاجتماعي. الشكر موصول للزملاء أنور الواح في الإخراج الإذاعي وزميلي علي فوكويس في الإخراج على مستوى منصات غاديو بلوس في مواقع التواصل الاجتماعي. كان معكم المهدي أبزيك في إعدادي والتقديم. وشكرا موصول أيضا للزميل سعيد زادوق الذي كان معنا عبر الهاتف. إلى اللقاء.